السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم مهندسة منى، بنرحب بحضراتكم في ويبنار اليوم بعنوان تحديات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر. نرحب بالمحاضرة الدكتور المهندس أحمد الزيات. دكتور أحمد هو استشاري معتمد، مدير تطوير بحوث المياه بالمركز الإقليمي بالشرق الأوسط، وهو الرئيس التنفيذي للمجموعة الهندسية والبيئية. ونقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات ومنتجات المياه والطاقة، الجهة المنظمة والرعاية للوبنور. أخيرا، ندعو كل العاملين في مجال المياه والطاقة المتجددة والاستدامة للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط بتاريخ من 1 إلى 3 سبتمبر من عام 2025، وذلك في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمختص في المياه والطاقة المتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه شركة خبراء تكنولوجيا المياه. المعرض والمؤتمر يستهدف استضافة الشركات العالمية لعرض أحدث تقنياتهم، وكذلك وفود وممثلي الهيئات الدولية والعلماء والمختصين من كافة دول العالم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية والتقنية. وندعو الشركات للتسجيل في المعرض وعرض أهم المنتجات لديها وأحدث التقنيات، وأيضا يمكن توفير بعض العروض الحصرية للشركات العارضة لتقديم عروض على منتجاتهم في المؤتمر، كما أيضا يمكن إضافة الشركة للدليل الخاص بالمعرض للوصول بشكل سريع وسهل للعملاء على مستوى العالم. وسيكون هذا المعرض بمثابة فرصة جيدة للتعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاعي المياه والطاقة. بأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية والإيميل في الشات الخاص بالميتنج للحصول على شهادة حضور. اتفضل دكتور أحمد، جاهزين علشان نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الذي علم المتعلمين والمعلمين، سيدنا محمد خاتم الرسل والنبيين. إخواني وأخواتي وزملائي المهندسين والمهندسات والفنيين والمشغلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وتوفيقه ومنه علينا وفضله، يعني تم إعداد هذه الورقة أو ورشة العمل أو الويبينار بما يتلائم مع الوضع الراهن في جمهورية مصر العربية الحبيبة، والغرض منها عرض الـ Integrated Water Resource Management أو الموارد المائية سواء المتجددة أو الغير متجددة، وأيضا ما هي التحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة أو ما يسمى بالـ Integrated Management، وكيف التغلب عليها من صناع القرار وأيضا من الفريمورك أو الـ Institutions والمؤسسات التي تعمل في مصر بخبرة إدارة الموارد المائية لمدة تزيد على 200 عام منذ عهد إنشاء قناطر الدلتا أو القناطر الخيرية في عهد محمد علي. وأيضا سوف نستعرض أيضا الموارد المستقبلية التي ممكن أن تكون إضافة لحجم الموارد الحالية التي نستقبلها من مورد نهر النيل العظيم، وأيضا ما يمكن إعادته من خلال تدوير أو ريوز لبعض المصادر المياه الخاصة من مياه الصرف أو المياه الخاصة بالمياه المعالجة، وأيضا من الطبقات الجوفية للخزانات الجوفية التي يعني تحتويها الصحراء المصرية وهي غنية بذلك. وأيضا سوف نعرض ما يسمى بالمؤشرات أو الانديكيتور التي تعطي التقييم الاسسمنت لمدى يعني التقدم في هذا المجال، وما يواجهه أيضا من تغيرات في المناخ أو الكلايمت تشينج، وأيضا انفيرومنتال كونسترينز، بعض القيود البيئية. نبدأ بآية من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
محتويات الويبينار بإذن الله تعالى مصادرها الأساسية هي من وزارة الموارد المائية والري المصرية، وأيضا برنامج رؤية مصر، لأن مصر لها رؤية وتتمثل في رؤية الحكومة المصرية حاليا، في وخصوصا ما يشمل في قطاع المياه، وهي رؤية 2030، وهي رؤية الحية يعني مبنية على مصادر من التخطيط وأيضا ما يسمى بالأمن الاستراتيجي المائي وما يتخلله من منابع النيل الأبيض أو النيل الأزرق. وأيضا نجد أن المصادر الأساسية التي تعترض مسار النيل ودول حوض النيل وصولا إلى الحدود مع السودان والدخول إلى مصر، وكان هناك يعني بعض المشاريع التي كانت تقوم بها مصر في زيادة المحتوى الرينيوبل ووتر اللي هي 55.5 بليون متر مكعب سنويا، مثلا كعلى سبيل المثال كانت قناة جونجلي في السودان، وأيضا ما مدى التوفير والترشيد ومنع الفواقد اللي ممكن تضاف إلى نسبة المياه الكلية المنتجة. وتشمل طبعا محتوياتنا برضو الجيو ايكونومكس والانفيرومنتال، وطبعا لابد من الجوانب السياسية والاقتصادية، لأن الماء الحياة بيشترك في مثلث الايكونومي وأيضا الانفيرومنتال مع يعني الجيولوجيكال، يعني دايما المثلث الووتر تريانجل بيبقى معتمد على الايكونومي وطبعا الجيولوجيكال والانفيرومنتال بما فيها الانرجي. وهنستعرض معا باذن الله الطاقات الموجوده والموارد والامكانيات والمصادر سواء المستقبليه بما فيها طبعا المستحدثه، وسياسه او المنهج الابروتش of 2030 اللي هي رؤية 2030 للـ Integrated Water Resource Management، وكيف يمكن لنا أن نقيس المؤشرات أو المعايير اللي هي تسمى معايير الأداء أو الـ Performance Indicator للـ Water Resource Management، وما هي المؤسسات أو الجهات المسؤولة عن التشريع أو التنفيذ الخاص بـ المياه، وأيضا في التحكم وإدارة موارد المياه، وما الخطة الوطنية المصرية National Water Planning التي وضعتها يعني المؤسسات المصرية ووزارة الري في حاليا مواجهة هذه التحديات، وأيضا التطور الذي حدث في الطلب على المياه خلال 5 سنوات الأخيرة بما يتواكب مع الطلب العالمي وندرة المياه في المنطقة الأفريقية، وأيضا ما هي الاستراتيجيات أو ما هي السياسات التي تواجه هذه التحديات، وما هي الآلية التي يجب علينا أن نقوم بها لمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تنجم عن ذلك، وإدارة المخاطر أو الريسك مانجمنت، وما يشمله من فاينانشال او سوشيال ريسك او ناتشورال ريسك او حتى تكنيكال ريسك. ايضا الموارد البيئيه المتاحه، وايضا ما يسمى بالمتغيرات التي تؤثر على هذه الموارد، وفي النهايه نستعرض الخلاصه او الكونكلوجن استراتيجي تو ادابتيشن. طبعا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم سيدنا محمد خاتم الرسل النبيين. نجد أن الحقيقة يعني مصر تتميز بالموقع الجغرافي، ودوت اللي خلاني يعني أستعرض الجيو إيكونومكس والإنفيرومنتال أسبكتس، وما هي الجوانب التي تتميز بها مصر عن بقية دول العالم، وما خصها الله سبحانه وتعالى من طبيعة وكما ذكرت في القرآن في أكثر من موضع. طبعا موقع مصر بين البحر الأحمر والبحر المتوسط،
وتوسط مصر البوابة الشرقية بين آسيا وإفريقيا، وأيضا تطل على المنفذ الجنوبي لقارة أوروبا، جعلها من من الهبة التي نعتبرها من النوادر الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ومسار النيل من جنوب إفريقيا أو من الجانب الشرقي وصولا إلى منابع نهر النيل. وزي نعرف أن طبعا بتمر هذه المصادر عن طريق بحيرة ناصر، ودي أحد المشاريع القومية العملاقة التي تم إنشاؤها في طبعا الستينات، وإنشاء ما يسمى بالهاي أسوان دام، وطبعا ما يعقب من ذلك من تخزين مخزون وافر الحمد لله في بحيرة ناصر، ساعد على التغلب في الشورتج اللي حدث خلال 50 عام التي تلت إنشاء مشروع السد العالي. وطبعا ابتداء من السدود التي أنشئت على مسارات نهر النيل زي في الخريطة اللي بينها، ابتداء من طبعا من رواندا سواء بروندي وأوغندا، ومرورا طبعا بأثيوبيا، ومرورا بالسودان، ثم الوصول إلى مصر. طبعا مصر طبعا هذا الحقيقة الهبة وشبه جزيرة سيناء، وتتخلل الجانب الشرقي منها خليج العقبة، والجانب الغربي خليج السويس، وطبعا الصحراء الغربية المشاركة مع القطر الليبي الحبيب، وأيضا الجنوب المشارك مع القطر السوداني الحبيب، وأيضا نجد برضو الجانب الشمالي الشرقي مع فلسطين والحبيبة، وأيضا نجد طبعا ما يسمى بالدلتا أو ما تسمى بالجزء اللي هو 4% من مساحة مصر، لأن الحقيقة مصر مساحتها كانت حوالي 4 مليون كيلومتر مربع، ودي طبعا معلومة درسناها في التاريخ في مراحل ابتدائية في الستينات، إن مساحة مصر المملكة المصرية كانت 4 مليون كيلومتر مربع، ولله الحمد والمنة، وهذا قدر الله، تقلصت إلى 1 مليون كيلو متر مربع. طبعا يبلغ عدد السكان الحاليين ما يقارب 116 او ما يقارب 115 مليون نسمة، وطبعا خلال الاعوام التي تلي هذا العام 2025 سوف تصل الى 120 مليون. طبعا بالإضافة لذلك المناخ التي حبت به مصر، وطبعا نجد مثلا منطقة التي مرتفعات اللي هي زي في سانت كاترين اللي بتبلغ حوالي 2600 متر عن مستوى سطح البحر، نجد أيضا البحر الأحمر وطبعا الشريط البحر الأحمر، ونجد إن 1 مليون الحقيقة كيلو متر مربع اللي هي تقلصت بعد مساحتها في المملكة المتحدة المصرية من 4، نجد إن أغلبها طبعا صحراء، الشريط الزراعي او الشريط ما يسمى بجوانب نهر النيل التي يزرع فيها لا تتعدى حاليا 3.2 او 3.4، كانت قبل ذلك حوالي 4% طبعا من مساحة مصر الكلية. طبعا بالإضافة لذلك هنجد ان احنا عندنا اللي هو ما يسمى ب الكالتيفيتد كروبس اريا او اللي هي بتبلغ حوالي 1 مليون هكتار. وطبعا نجد ان مصر طبعا نتيجه لدوله غير مصدره زي دول الخليج موضوع البترول، ولكن الحقيقه عندها صادرات، وطبعا عندها ما يقرب نون اويل اكسبورتس او بنسمى الصادرات غير النفطيه اللي هي بلغت حوالي 30 بليون. طبعا Authority for Export and Import Control. طبعا الحقيقه التوبوجرافي المناطق المحيطه والارتفاعات عن سطح البحر دي مهمه جدا في الميزان الهيدروليكي اللي ربنا خلقه في نهر النيل حتى يصب في البحر الاحمر،
او يتسرب في الاندر جراوند ريزرفوار ليتشيت، سواء في الفيوم المنخفض للفيوم يعني ما يقرب 120 او 125 تحت مستوى سطح التوب ووتر ليفل للابستريم في النيل او في الدلتا، وطبعا بحيرة قارون كمصرف للمياه ووادي الريان. ونستعرض الحقيقة النقط ديت لان دي تعتبر يعني نقط فيها هدر المياه، وطبعا الادارة الحالية بتستغل هذه النقط في يعني عملية الترشيد والاستفادة من هذه المياه. ايضا طبعا عالميا او جلوبال وضع مصر في القارة الافريقية وضع متميز، يعني بوابة شرقية شمالية، وبالتالي هي البوابة اللي احنا بنسميها الكي كنترول جيت، بيسموها الكي كنترول جيت. ليه كي كنترول جيت؟ يعني اي قارة بيبقى ليها منفذ، والمنفذ دوت بوليتيكال واستراتيجيك وفي نفس الوقت جيولوجيكال وتوبوغرافيكال. الحقيقة مصر تتمتع بثري اسبيكتس ان هي تبقى يعني كي كنترول جيت لقارتي افريقيا واسيا. طبعا نحن نعلم ان وجود سيناء الحقيقة عمل الكونتريبيوشن الطبيعي ما بين القارتين، وبالتالي دمج الفيتشرز الاستراتيجية والامن طبعا القومي يشمل الجهة الشرقية والجهة الشمالية، وبالتالي اصبحت هي المين كنترول يعني نقدر نسميها الدوميننت او الكابيتال جيت. طبعا الحقيقة برضو ده يوضح هنا المحافظات المصرية ابتداء من المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية والغربية، الظهير الصحراوي الحضاري في مدينة الفيوم وبن سويف، حقيقة ده بيمثل يعني الباكون بتاع نهر النيل، سواء كان الدايفيرجن او سواء الريجوليتور كنترول. وايضا موضوع الظهير الجنوبي ابتداء من منطقة الاسوان، والحقيقة دي تمثل يعني نقطة في اللي احنا بنسميها الهيدروليك كنترول بوينت. طبعا لا ننسى امبراطورية العثمانية التي كانت تشمل كل المغرب العربي والجزيرة العربية وبلاد الشام وبلاد الأندلس في أسبانيا والبرتغال، وأيضا في الجزء الآسيوي طبعا امتدادا حتى وصلت إلى الولايات الروسية. وطبعا كانت تشمل أيضا مع أذربيجان وحاليا وجورجيا وداغستان وأوزبكستان، كل دي كانت تحت إمرة المسلمين وكانت تحت إمرة الدولة العثمانية. طبعا لو بصينا للكثافة في مصر، مهم أول حاجة يا جماعة أن احنا ندرس توزيع ديموغرافي، نسميه ديموغرافيكال ديستريبيوشن. الديموغرافيكال ديستريبيوشن نجد أن احنا عندنا كثافات الشمالية أعلى بكثير من الكثافات الوسطى، وده يؤدي إلى مؤشر الإميجريشن أو الهجرة من المناطق الوسطى إلى المناطق الشمالية. وطبعا المناطق الشمالية الكابيتالز زي كايرو بتبتدي يعني نتيجة للأنشطة الصناعية والتجارية بيجذب السكان وترتفع الكثافات، وده الحقيقة مؤشر يعني يدل على ان عدم التوازن الديموغرافي في الرقعة المصرية على مساحة المليون كيلومتر مربع التي ذكرت آنفا. برضو هنا تمثل حقيقة يعني اللي احنا بنسميه الساتيلايت ايميجينج، هي تدي لك انديكيشن مش للتوبوغرافي بس، لا تدي لك انديكيشن للسيرفيس ديموستيكيشن. والسيرفيس هنا يمثل لك بالنسبة لك الفاليس او الاودية او الشعاب او الهضاب او الجبال اللي هي بتحد البحر الاحمر سبحان الله، يعني وخليج العقبة وايضا جنوب سيناء. فالكتلة الحقيقة الجبلية دي تعتبر نوع من الدومينستيكيشنز او التوبوغرافيكال فيتشرز اللي هي بتمثل الاستراتيجيك بارير بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه.
طبعا مصر العربية الحقيقة يعني قلنا إن هي تعتبر تمتلك ما يقارب من 3000 كيلو متر من السواحل الشمالية والشرقية، وأيضا نجد إن الكثافات زي ما ذكرت يعني وصلت حوالي 106 و110 على الكيلو متر المربع، وطبعا الأربن إيريا نجد فيها 39%، بينما الرورال إيريا طبعا 53%. طبعا بالنسبه للجي دي بي اللي هو، طبعا احنا عارفين الجي دي بي اللي هو الجروس دوميستيك برودكت، ان انا باخد الانتاج بتاع الدوله والصادرات والناتج المحلي وبشوف نصيب الفرد في هذا الجي دي بي. فطبعا لو شفنا القوه الشرائيه نجد ان احنا يعني واصلين حتى هذا العام يعني 2.2 تريليون. لو حسبناها للفرد على حسب تعداد السكان الحالي يعني 20,000 دولار تقريبا، 20,000 دولار. لو قسنا النومينال جروس بقى مش الجروس ديموستيك، هنجد ان اللي هو بيمثل بقى السوق، قيمه السوق والبضائع، واخد بالك، المنتجه حسب الاقتصاد المصري. شوف لو قارنت ال 2 تريليون و2 من عشره هتجد ان انت عندك 380 بليون. فطبعا يبقى معنى ذلك انك انت البير كابيتا بالنسبه لك ال 20,000 دولار دي بقت 3000 دولار. ال 20,000 دولار، طب ايه علاقه ده بالميه؟ علاقه ده بالميه ان انت عندك محدد او كرايتيريا انديكيتور زي ما بدينا بها الحلقه، اللي هي الايكونومي مع الووتر مع الانرجي. ايكونومي ووتر انرجي، يعني اي دبليو اي، ايكونومي ووتر انرجي. فنجد ان الحقيقه الجي دي بي لو قارناه بالجزء دوت يبقى معنى ذلك انك انت حصل عندك ديكريز للجزء بتاع 2024 او هذا العام، وبالتالي اصبح، وده انا بنحب نشتغل عليه، الجي دي بي نومينال، وبالتالي يمثل لك السوق او القيمه او قيمه المنتج المحلي وايضا الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال يعني الانتاج والاقتصاد في خلال هذا العام. وده مؤشر مهم جدا، انا بقول 380 بليون و 3500 دولار. طبعا ده يؤدي الى التوزيع الديموغرافي اللي احنا قلنا عليه، وايضا التوزيع الخاص بالمناطق المستقطبه في مصر، سواء كان بتكلم على مناطق النوبه او مناطق الصعيد او مناطق الدلتا او مناطق الصحراء. طبعا لو بصيت على اليمين هيدي لك انديكيشن مع الحدود الشرقيه، سواء كان مع المملكه العربيه السعوديه الحبيبه او المملكه الاردنيه او فلسطين، فنجد ان في محدد رئيسي بيربط الاردن والسعوديه وفلسطين مع البوابه الشرقيه والشماليه، وايضا الانترميديت كوردينيتس بين النقل اللي هو بنسميه الاقليمي او اللي ما يسمى بالريجونال يعني انترفال او الريجونال لينك ما بين المملكه العربيه السعوديه وبين مصر. حتى دلوقتي يعني في ريجونال الكتريكال باور بتعملها شركه حاليا، وفي ريجونال ديسالينيشن في الميه، يعني انا اقدر اعمل ريجونال هاب او ريجونال بلانت تقدر تخدم المناطق اللي احنا زي ما قلنا عليها المحددات الشرقيه والشماليه التي تشمل المملكه الاردنيه، المملكه العربيه السعوديه الحبيبه، وطبعا فلسطين الحبيبه، وايضا الساحل الشمالي لجمهوريه مصر العربيه. وده يدي لك الحقيقه، انا شفت هنا يعني في الانسايكلوبيديا يعني بريتانيا لقيت ان مصر زمان كان ده موجود. لو تبص كده في الخريطه اللي على الشمال حقيقه هتدي لك الكلام ده من زمان، من ايام يعني الهكسوس، والهكسوس اللي هم طبعا جم بعد يعني الفراعنه وكانوا يعني ناس مسلمين، ولذلك ذكر في القران لما في سوره يوسف عن موضوع الميه واقتصاد الميه وتحليل زراعه مدينه الفيوم كظهير للقمح لجمهوريه مصر العربيه او ساعتها لمصر اثناء ما كان في الحقبه اللي هي فيها يعقوب واولاده، هنجد ان هي مرتبطه ارتباط وثيق جدا مع طرق
ويعني ارتيريالز او نخليها نسيب شرايين، حقيقه شرايين مع المملكه العربيه السعوديه والشام والاردن والعراق وفلسطين. الله، يبقى اذا الموضوع كله كان ايه؟ كلنا دوله وكلنا اقليم، والاقليم دوت هو اللي مثل الاقتصاد المصري في هذا الوقت. فالخريطه دي الحقيقه قعدت اتدقق فيها، لقيت ان في ارتباط، في طبعا خريطه قديمه جدا وتمثل اللي هي بيسموها البترا، او اللي بنسميها الارابيا او بترا، والحقيقه دي تمثل التبادل الاقليمي ما بين المملكه العربيه السعوديه الحاليه والمملكه الاردنيه والدوله الفلسطينيه وفلسطين وايضا مصر. طبعا لو تبص هنا بقى يديك اربع محددات على طول من ايام انشاء يعني قلعه قايتباي في اسكندريه، وتربط معاها الحقبه القديمه بتاع انشاء الاهرامات. ليه؟ لانك ده هيدي لك نفس البترا او الخريطه السابقه، وتبص تحت على الشمال هتجد ادي الارتيريالز وصولا الى اوروبا والى الهند. يعني شوف كان قد ايه القوه اللي كانت موجوده، قوه اقليميه، وكان الكنترول كله مصر. طبعا نجد برضو بالنسبه لو ادينا لمحه عن الانفايرومنتال والكلايمت، هنلاقي طبعا كمصر هي يعني تعتبر يعني المناخ الجاف ده اثر شويه على ندره الامطار، وبالتالي نجد ان كان مثلا في اسكندريه البريسيبيتيشن 200 ملم بير يير بينزل ل 20 وفي مناطق النادره وبيوصل متوسط يعني 100، فده يدل لك على ندره يعني الامطار نتيجه لطبيعه المناخ اللي موجوده في مصر. ولو نشوف برضو تاثير ذلك على يعني الموديل ده الحقيقه جميل جدا، بيدي لك الارتفاع اللي ممكن يحصل في درجات الحراره 1.6 او بعد 2040 ل 2.1. وطبعا لو جينا بص ده كله هنلاقي انه ده يؤثر تاثير بالغ على الووتر سكارستي، يعني ده يؤثر على موضوع ندره الميه. فبالتالي اصبح ده مهم جدا يا جماعه ان احنا نشوف القصه دي ايه السبب في موضوع يعني الندره. هنلاقي ان المناخ يعني داخل فيها يعني عامل رئيسي. برضو انا اجد ان موضوع النايل دلتا وزراعه الشريط اللي موجود طبعا ده يعني كسياسة نهر النيل وعدم الدخول في المناطق الاخرى من الدلتا حوالي 4% من الايه من المليون، او من زمان كانت الايه 1% من ال 4 مليون بقى اللي راحت الحمد لله. وبعدين نجد ايه ان احنا نشوف بقى الجزء الخاص بموضوع الكومباينيشن مع الاجريكالتشر لاند وفقد ما يسمى باللوس اوف اجريكالتشر، وده اخطر حاجه بتعاني من مصر الحقيقه اللي هي فقد الرقعه الزراعيه على مدار اكثر من 50 عام. طبعا لو بصينا بيزك ستاتستكس، الحقيقه الاستاتستيكال اناليسيز مهمه قوي الحقيقه، يعني البيبر دي مهمه، دي 2022 يعني اولموست 2 ييرز باك، هنلاقي ان التاثير الخاص بكثافات السكانيه وارتباطه بالاقتصاد، وبالتالي ادالك الناشونال كرنسي وادالك الامبورت جودز والصادرات، وايضا هنجد السياسات الخاصه ب اللي هي الزراعيه والصناعيه وارتباطها بالخدمات، ده اثر تاثير بالغ على العلاقه الخاصه بالاستخدامات الحقيقه المائيه وما يترتب على ذلك في ما يسمى بالنشاط الاقتصادي والارتكاز على محوري يعني ما يسمى بالاستخدام الحقيقه الموارد المائيه الحاليه والموارد المتاحه. طبعا بعض برضو الحقيقه الحاجات الخاصه بالبيئه برضو ايوه نشوف ان رينيوبل ووتر ريسورس بير كابيتا يعني اتحسبت يعني في ذاك يعني حوالي 500 متر مكعب. طبعا عارفين ان في مؤشر مهم جدا انه بيسموه يعني البوفرتي لاين اللي هو ايه البوفرتي، حد الفقر المائي، ان كل واحد لازم على الاقل
يعني 500-550 متر مكعب في السنة. برضو موضوع الجي اتش جي واتكلمنا عليه قبل كده مهم جدا، يعني موضوع قد ايه طن بير كابيتا بير يير في ايميشنز، وقد ايه الاستيميشن بتاع الجرين هاوس جازز، دي مرتبطه برضو زي ما شفنا قبل كده عن الووتر ابستراكشن اللي بيحدث للاستخلاص المائي لكل فرد بما يتناسب مع موارد الطاقه الحاليه. وايضا برضو موضوع التاثير الخاص في قطاعات اللي هي الخاصه والقطاعات العامه ودايوان مؤثر. طبعا دي مقدمة مهمة. طبعا لو خدنا الحقيقة ده احدث حاجة دراسية بعد تعداد السكان سنسس، هنلاقي ان الحقيقة نزل النمو السكاني يعني من 3% الى حوالي 1.6%، وده كويس، يعني معنى ذلك تقلص يعني عدد السكان المتزايد واصبح التعداد الحالي 116 يعني 117، سوف يصل في الحقبه الاخيره يعني 120 باذن الله. طبعا لازم ندي برضو جلانس على الديزاسترز، الناتشورال ديزاسترز خلال يعني لغايه من 1900 ل 2020، يعني شوف اكثر يعني 120 سنه. طبعا ايه اللي حصل؟ الناتشورال ديزاسترز الكوارث الطبيعية، الإيرثكويك 5 مرات، مثلا الأمراض المعدية، يعني الفيرال أو الفيروس ديزيز أو البكتيريا 1 والفيروس أو الفيرال ديزيز 2، طبعا درجات الحرارة والتغير فيها سواء كان في الاتجاه البارد أو الاتجاه الحار، موضوع الفيضانات سواء كان، طبعا احنا عندنا حاجة اسمها فلاش فلود وكان ريفر فلود. فطبعا الريفر فلود ده كان مصر دايما قبل انشاء السد العالي كانت في موضوع الريفر فلود، فنجد ان هو مرتين فلاش فلود وست مرات ريفر فلود، برضو الستور طبعا العواصف طبعا 6 مرات، وحركة الكتلة الصخرية اللي هي يعني انهيار الكتلات حوالي 1. طبعا ده مؤشرات بيئية ومؤشرات ديموغرافية ومؤشرات اقتصادية تربط الطبيعة الطبوغرافية لمصر وطبيعة الموارد المائية، وأيضا بما يتأثر من الإنتاج حاليا لتحلية المياه من البحر الأحمر أو من البحر المتوسط. طيب لو شفنا الكوستال الحقيقة فلاد، لو على الصورة اللي على الشمال هنجد ان الكوستال فلاد اللي موجود هنا حسب الداتا بتاع البنك الدولي، طبعا وورلد بنك بيعمل يعني الحقيقه دراسات قويه جدا ويعني انتنسيف، وعنده مصادر حقيقه يعني مش موجود في يعني في 4 دراسات في البنك الدولي وجدت ان هو بيحصل على داتا ريلايبل وفيريفايد، كمان فيريفايد يعني داتا يمكن الاعتماد عليها وموثوقه. وبالرغم ان سبحان الله لما اشتركنا في اكثر من 4 دراسات المؤسسات الحكوميه لا تمتلك هذه الداتا، طب هو جابها منين؟ يعني هو بيعمل بطريقه اللي هو اي تو اي كونتاكت اكستراكتنج فروم ذا جراوند، يعني بيرسل الخبراء وطبعا منهم مصريين الى المواقع، والحقيقه بيتم استخلاص البيانات الحقيقيه والتحقق والتثبت الفي في برينسيبل فيريفيكيشن فاليديشن برينسيبل. طبعا اللي على يمين نجد بقى اللي هو الووتر سكارستي، هنلاقي مصر كلها يعني دخلت في اللون الهاي، يعني طبعا احنا زي ما اتكلمنا على الحد اللي هو الخاص بكميه المياه المتاحه خلال السنه، واتكلمنا على الفيضانات، واتكلمنا على موضوع ارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط في المناطق الشمالية وعملية احتمال يعني غمر هذه السواحل، وأيضا عملية السويل إيروجن والدرافتس حياة درافت، يعني ايه دي أخطر حاجة بالوقت زي ما حصل كده في زامبيا، وموضوع طبعا الدراي بيريود أو الفترات أو الحقبات التي سوف تكون فيها الجفاف. طبعا لو بصينا كده برضو في اعمار المصريين كديموغرافي اناليسيس ديموغرافيكال اناليسيس، نلاقي ان احنا عندنا
يعني 22 الحقيقه انبسطت جدا، لقيت ان احنا من 30 ل 44 سنه 20%، ودولت القيادات. يعني نجد ان ال 20% هنا من 30 ل 44 سنه، بينما الحقيقه الاولاد الاقل من 15 سنه 34%، ودي حاجه جميله جدا. يعني كل ال 34% دول هيبقوا مع ال 20% 54%، يبقى معنى ذلك ان طبيعه يعني الحقيقه الديموغرافي في مصر وطبيعه البوبوليشن جروث كلهم من الشباب. والصادرات المصريه الحقيقه برضو بما باستثناء طبعا اكسكلود البترول او النفط، نجد يعني مصر بتصدر اكبر حاجه لدوله 15% تقريبا الولايات المتحده، وباقي الدول كلها 38، بينما تجد مثلا يعني دوله مثلا موجوده يعني زي السعوديه بتصدر ليها مصر 6% فقط. فما لو قارنت صادرات مصر للسعوديه 6% بينما صادرات مصر للولايات المتحده حوالي 14%. طيب ما هي الموارد المتاحه وما هي الموارد المستقبليه؟ الحقيقه اول مورد ربنا يعني لله الحمد والمنه هبه النيل، هو نهر النيل العظيم وما يميز به مصر، هو نهر من انهار الجنه. نجد الخريطة الحقيقة اللي هي تمثل الووتر ستريمينج لنبع النهر من النيل الأزرق في إثيوبيا، وطبعا النيل الأبيض ابتداء من يعني تنزانيا تحت، طبعا مرورا مع الحدود مع كينيا وأوغندا، وبعدين يرتقي حتى الدخول للسودان. طبعا في جزء برضه من رواندا، يعني مع الجزء اللي هو هنجد اوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا في الجزء الخاص بالنبع الابيض. والحقيقه يعني ده يدل على حتى مع الكونغو يدي لك مؤشر قوي جدا ان ديت البؤره الجنوبيه، ولكن هي الحقيقه المصدر ده مصدر قليل جدا، ويعني لا يتعدى يعني الربع او يعني اقل نجد، بينما الجزء المتبقي يعني الثلثين او اكثر من النيل الازرق جاي من اثيوبيا. طبعا لو بصيت ربطت دوت بالووتر اريجيشن ستراكشرز، الحقيقه رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور حمدي الكاتب استاذ يعني علم السدود والمنشات الري في جامعة القاهرة، الرجل يعني كان من عمالقة مصر اللي قيموا المشاريع المائية. والحقيقة هنجد أيام محمد علي 1839 قناطر الدلتا أو قناطر الخيرية وفرع دمياط وفرع رشيد، ونجد في خلال المملكة العربية المتحدة كانت 4 مليون كيلو متر مربع، طبعا الظهير الجنوبي للمياه في أسوان، وبعدين مع قيام الثورة أصبحت الجمهورية العربية المصرية 1 مليون كيلو متر مربع، وتم عمل السد العالي زي ما احنا شايفين التربين والووتر جيت اللي هي ولدت الكهرباء وأنارت مصر بالحقيقة بالنور، وطبعا منعت الموضوع الخاص بالفيضانات بالإضافة لاستهلاك المخزون أو الظهير الداون ستريمينج في بحيرة ناصر أثناء فترات يعني ندرة المياه، بالإضافة للتحكم في مناسيب المياه. قلنا 164 متر من سطح النيل في القاهرة لمدينة الفيوم، أو ما يسمى بالووتر ويلز أو ما يسمى بالسواري. الحقيقة الساية في حوالي 42 متر يعني دي اشتغلت عليها مع السنتريفيوجال فورس، بترفع من منسوب الأسفل مع الستريمينج بتاع الهيدروليك فلو في الاوبن تشانل، فبالتالي اللي بيحصل البوتنشال انرجي اللي هي طاقه الوضع عند كتله الميه على لوح الووتر ويل، المساحه السطحيه بتاع اللي هو اللوح اللي هو في العجله بتاعه السواي، فبتندفع فيجي تقل الميه من اعلى يبتدي يتحول للكايناتيك، يعني تنزل من طاقه الوضع لطاقه الحركه، يؤدي لتوليد القوة الطاردة المركزية. وطبعا مع وجود الباكيتس او اللي هي الفجوات فبتتمية في
في المستوى الاسفل وبعدين تطلع في المستوى الاعلى. يعني اعلى حاجه شفتها 42 متر ونص، طبعا دي موجوده. طبعا ما يتخلل ذلك صرف المياه. الاربع صور دول يا جماعه يمثلوا ان في جزء من الاندر جراوند ليتشيت، او هو مش سيبج، يعني في فرق ما بين انفلتريشن ووتر، سيبج ووتر، وليتشيت. طيب الليتشيت هنا على المستوى اللي هو يعني الاندر جراوند، او طبعا السيبج بيبقى على المستوى اللي يعني السيرفيس، طبعا الانفلتريشن بيبقى على التوب. طبعا لو جينا ما شفنا القطاع العمود ده نجد ان عندك وادي الريان يعني هو في الفيوم، وايضا منطقه بحيره قارون، كل دي فيها صرف مياه العذبه ضخم جدا يجب استغلاله. برضو لو وجدنا ان احنا نهر النيل بينتج يعني عنه من المنابع حوالي 1660 بليون متر مكعب. احنا حصتنا من 1660 ايه؟ 3.3%. يعني مصر بيصل ليها 55.5 مليار، طبعا المليار هو البليون، مليار متر مكعب سنويا من 1660. يعني مصر بيصلها 3% من الموارد المائية التي تصب في نهر النيل. هذه معلومة لازم كل واحد يتداركها. وبالرغم من ذلك يمثل نهر النيل حاليا 97% من الطاقة المائية المتجددة. طبعا دوت مهم جدا ان احنا نعرف الاكويفرز، ان مصر عندنا خزانات جوفية. والحقيقة يعني نلاقي ان بالرغم من نهر النيل في خزان جوفي عميق ما يقرب من 200 بليون كيوبيك متر، ولكن الجزء الكومبوننت بتاع مصر ما بنقدرش نستخلص. حتى في الصحراء الغربية لما الدكتور فاروق الباز قابلته في سلطنة عمان وقال ان احنا ممكن نستخلص المياه الجوفية، القذافي سبق الله يرحمه وسحب الجزء من المخزون الجوفي في هذا الاكيفر. والحقيقه كانت السالينيتي معقوله يعني توصل ل 800 بي بي ام. وبرضه الصحراء يعني لو جينا يعني الغربيه لابد ان هي تخش في مجال استخلاص المياه الجوفيه او كاحتياط استراتيجي مائي. وبرضه الخزان اللي هو النوبي او النوبيان ساند ستون اكيفر خزان ضخم جدا مع السودان، والحقيقه بتشترك الحدود التشاديه في هذا الخزان. وكنا احنا انشأنا ما يسمى بالعوينات، مشروع العوينات حوالي 63 الف هكتار، هكتار 10000 متر مربع. فبالتالي كان في زيادة في يعني سحب المياه حوالي 2.5 بليون يعني متر مكعب في السنة. برضو لو شفنا الجزء اللي بينزل من الامطار، يعني انا لما الاقي مثلا عندي الامطار من 50 ل 250 مليمتر بير اور، فدي مهم جدا حتى على العريش، حتى الجزء اللي هو خاص بالعريش. وطبعا مرورا يعني زرناها يعني 2019 وعملنا فيها دراسة حتى بحيرة البردويل، وقبل الدخول للحقيقة العريش منطقة جميلة جدا، وصولا الى مش هقول بقى الشيخ زويل، لا اقول رفح. هنجد ان رفح بيسقط عليها سلسلة من الامطار بتصل 260-270 مليمتر. طبعا ودي مهم جدا ان نستغل الامطار دي كرينيوبل انرجي، ندخلها معانا في حصه المياه الموارد المائيه. وبالتالي مع الخزان الجوفي بعملت توازن مائي خلاك تقفز فوق ال 500، لان انت حاليا 460 متر مكعب لكل فرد، فانت نزلت عن ال 500 اللي هي الحدود الفقر المائي. برضو إعادة استخدام المياه، إن أنا عندي مصر الحقيقة عاملة خطة جميلة جدا لإعادة استخدام المياه. وزي ما احنا شفنا مثلا أكبر محطة في بحر البقر الحقيقة يعني محطة عملاقة، وطبعا أكوا إنرجي كانت يعني في أحد الزيارات إليها مع وفد من وزارة المياه والزراعة والبيئة السعودية. والحقيقة يعني شفنا إمكانية إن إعادة استخدام المياه تقدر تطلع لك يعني ما يقرب يعني من 1 إلى 1.5 في الكمية الكبيرة،
وبالتالي تقدر ان انت تعمل ريديوس كمان للعوامل البيئيه الناتجه عن المياه الملوثه. والمشاريع دي الحقيقه مستمره في مصر، وبالاضافه طبعا محطات التحليه حاليا انتشرت في مصر ومتقدمه جدا، ونجد التصميمات اللي موجوده سواء اللي تقوم بها الشركات العالميه داخل منطقه مصر، ونجد ايضا دي ممكن تضيف لي جزء مهم جدا من احتياطي الموارد المائيه من خلال تحليه مياه البحر مع تقليل التكاليف الخاصه بالانتاج والحفاظ على البيئه البحريه. برضو لا نتغافل عن البحر الاحمر. الحقيقه البحر الاحمر ابتداء منين؟ انا عاوز اقول البحر الاحمر، مش هقول بقى الغردقه ومش عارف ايه، لا انا بقول حلايب وشلاتين، بقول حلايب وشلاتين يا جماعه. والاجزاء ديت احنا عندنا كثافات مطريه تصل ل 500 ملي متر في السنه. فالحقيقه يعني انا مش هقول بقى الغردقه والقصير وسفاجه ومرسى علم، لا انا هوصل للحدود الجنوبيه التي تمتلكها مصر مع السودان، ان هي فيها يعني نقدر نصل فيها لاستغلال المياه المتساقطه من الامطار، ونتجنب ما يسمى بالفلاش فلاد ووتر وعمليه الريتشارجنج، ان انا اخزن واغذي الخزانات الجوفيه. لو وصلنا برضو يعني مثلا زي الووتر كاباسيتي ريسورسز، هنلاقي الجراوند اكوفر 2 بليون متر مكعب نهر النيل، طبعا 5.5 يعني 55.5 بليون، يبقى عندك 57، وعندك السي ووتر ديسيميشن ما يقرب النص، واخد بالك، والشالو جراوند ووتر 7.5، والريوز بتاع الاجريكالتشر اللي بتستخدمه وزاره الري تقنيه خلط مياه، الحقيقه دي الدكتوره اسراء عملتها في بحث، طبعا 13.5، يبقى الاجمالي انا وصلت لل 80 بليون متر مكعب في السنه. الحقيقه ده من 3 سنين، يعني ممكن نكون انا ارتفعت ل 85 بليون متر مكعب في السنه. لو بصيت هنا بقى الووتر ويذدرور، انا عندي حوالي 78%، وده مهم جدا. لو جينا بصينا انا اقول ايه، ان انا عندي ما يقرب من 78 بليون، يعني انا اتقارب في يعني ال 80 بليون، والحقيقه دوت مهم جدا. والرينيوابل اللي موجوده عندي ال 58. فمعنى ذلك ايه؟ ان عندنا اللونجر تيرم، لو انا استخدمت الكونسبت بتاع الـ يعني الـ الاستخدامات الاخرى زي الووتر ريوز والدرينج ووتر والديسالينيشن والرينفول وكل ده، اقدر اعلي الرينيوابل ووتر ريسورس او الطاقه الموارد المائيه المتجدده. وطبعا لو جينا بصينا برضو في الويز درول هنا للجزء بتاع الافشنسي، هنلاقي ان احنا كمياه زراعيه، انا عندي استهلاكي من مياه كل زراعه يعني 81، او يعني الفاو الحقيقه قدرتها 2024 79%، وقالت ان الصناعه 7% وما يتبقى 14%، ولكن حقيقه الدراسه الحقيقيه يعني بتقول ان هي 81 82% من الايه، من المياه بتستهلك في الزراعه، فلازم يبقى في سياسات لذلك. بينما لو بصينا برنامج الامم المتحده يونايتد نيشنز انفايرمنتال بروجرام، هنلاقي ان الووتر ريسورس مانجمنت يعني هي كلها بتاخد، يعني لو حسبنا اللي هو بيسموه الانتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت، هنلاقي ان احنا واصلين لحوالي 65. طبعا معنى ان انا اوصل 65، الحقيقه ده وصلت يعني قربت للهاي، قربت للهاي، وده بيسموه الديجري اوف انتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت اللي هو قياس الاداره المتكامله للمياه. الملخص، نهر النيل 55.5 مليار في المتر مكعب في السنه، تساقط الامطار 1.3، جراوند ووتر المياه الجوفيه 2.2، الديسالينيشن الحقيقه يعني التقرير اللي فات بيقول 0.3، هنا 0.2، الرينيوبل جراوند ووتر 6.2. وات ايفر، احنا وصلنا 80 او وصلنا 79، يبقى انا تجاوزت الفجوه المائيه اللي هي تخليني فوق ال 500 متر مكعب لكل فرد مصري موجود في خلال العام. وبالتالي الكثافات السكانيه اللي موجوده على نهر النيل سواء كانت في المناطق الشماليه او المناطق الجنوبيه
تقدر ان هي تخلينا اعدي ال 450 متر مكعب، لان انا حاليا بقول 450 متر مكعب لكل فرد في اليوم. هو طبعا مش على تعداد سكان، على الفواقد. يعني واحد ما يجيش يقول لي ال 55 ونص، طب وانا اخدها مع ال 80 واقسمها على ال... لا، انت تشوف بقى الووتر بلوسز اللي موجوده عندك قد ايه. وبالرغم من ذلك الاقي ان البنك الدولي لما بيقول لي ان عندي 86 زراعه، ده حقيقي، بينما انا بستهلك مياه دوميستيك 8%، فبالتالي 86% دي لازم تقل، تبقى حاجه و70%. طبعا ده يدل على السياسات الزراعيه اللي موجوده يعني الحقيقه تحت قياده الوزير هاني سويلم، ربنا يبارك فيه، ان السياسات الحاليه تغيرت تماما، واصبح في سياسات الانتجريت ووتر مانجمنت من وزاره الري بتدي تفاؤل على موضوع الكنترول في الهدر المائي اللي بيحدث في الزراعه، وايضا عن موضوع اعاده استخدام المياه اللي هي بتصرف على المصارف واستخدامها بالخلط مع مياه القنوات، وبالتالي تقلل الفجوه المائيه في موضوع الزراعات، وايضا استخدام ما يسمى بالبايو سالاين كالتيفيشن، وده يؤدي الى تاثير مهم جدا في الزراعات. طبعا لو ربطت دوت طبعا مع الوضع العالمي، انا بقول ان الوضع العالمي طبعا هو رضع برضو للاسف يعني في ندره المياه، وبالتالي الاقي ان انا بتكلم على يعني زي ما احنا عارفين ال 2.5% بتاعت المياه اللي هي المتاحه اللي هي الفريش ووتر، والقد ايه ال 2.5% دي انا ما بستخدمش منها الا حوالي 29 أو 30%، وبالتالي 30% من ال 2.5%، فاضرب بقى 30.5 واخد بالك في 2.5% عشان يدي لك حجم المياه اللي هي اللي ممكن استخدمها عالميا. وده يدل على ايه؟ يدل على وجود المياه اللي موجوده في العالم كله، والحقيقه ده World Resource Simulation Center WRSC عمل السيميوليشن ده، هنلاقي هو بيبص ووتر سكارستي، هتلاقي باصص على ايه؟ 95 مصر، وبعدين يرجع 2007 مصر، وبعدين يرجع مره ثانيه 2025 يطلع مصر. شوف الثلاث اشعاعات دول الريز اللي طالعه من ووتر سكارستي كله متجه على مصر، مش عارف ليه. بعد كده هنلاقي ان حسب وزاره بقى الري والموارد المائيه، طبعا هنلاقي الووتر سبلاي هو مقسمه زي ما احنا شايفين هنا، هنلاقي بس ان المؤشر بتاع الجزء الخاص بالرين فيد الحقيقه هارفستنج ده مهم جدا، اقدر اعمل رين فيد هارفستنج والريوز بتاع الميه بتاع الصرف الزراعي واعاده استخدام مياه الصرف الصحي، بالاضافه لمصادر اخرى زي النايل اكيفر حوالي 6 بليون متر مكعب بري. طبعا ده يدل على ايه؟ ان الاثيوبيان بلاتو اللي هو 86% انا اقدر بالوقت يعني اعمل عليه مانوفرنج. الاثيوبيان بلاتو اللي هو بيمثل البلو نايل، اللي الحقيقه احنا بنقول ان هو 86% من نايل فلو، فنجد ان الجزء اللي هو مثلا طبعا هو فيه 59% دي يعني الثلاث مناطق اكبر، ومثلا حوالي 13%، وطبعا هنلاقي ان الكونتريبيوشن هنا بتاع حتى بحيره فيكتوريا، والجزء اللي بتبقي عندي من ال 86% من النيل الابيض، برغم النيل الابيض اطول مسار 1600 كيلو، فنجد ان النيل اللي هو الاكثر مسارا هو اللي مديني ال 86%، هو اللي مديني ال 86%. فانا عاوزك تفهم الحته دي مهم جدا. ليه؟ لان ان انا لما اقول ان نهر النيل طوله 6700 كيلو متر، ماشي، هجد ان انا بقول قد ايه الاريا اللي انا ممكن اغطيها، 3 مليون كيلو متر مربع، ومساحه مصر مليون حاليا، كانت 4 مليون. يبقى اذا التوازن الاندر جراوند اكيفر اهو، لو انا خدته مع ال 55.5 دي بتجيلي منين؟ من 1660، من 1660. يعني انا نهر النيل فيه كميه مياه متدفقه فيه من المنابع حتى المصب حوالي 1660 بليون متر مكعب في اليوم.
طيب يبقى انا لو جيت بصيت على الاثيوبيان بلاتو اللي انا ما عنديش الا 47 بليون متر مكعب من 55 ونص. يعني هو بيديني ايه 47، يبقى معنى ذلك 86%. طيب بمعنى ذلك الكنترول هنا بيكون منين؟ الكنترول هنا بيكون من خلال الايه اللي هو بنسميه الووتر بالانس حسب التوبوغرافي رقم واحد، رقم اثنين حسب الدايفرجن، رقم ثلاثة حسب الانفلونس. وطبعا الانفلونس ده whatever هو بوليتيكال هو ميليتريكال هو ديموغرافيكال، يعني نقدر نقسمه. ده مهم جدا عشان نعرف المانجمنت بتاع الايكونوميك جروث اللي هي موجودة في بلدنا. وبالتالي هنلاقي نتيجة ان مصر يعني حوالي ان احنا نقول اننا الصحراء تقدر تزرع، نعم تقدر تزرع وتبقى تنتج بالمحاصيل الزراعية وبالقمح. طبعا لو بصيت الكلام ده هنلاقي هو ظهير صحراوي وجنبه اللي طبعا يبقى ما على ذلك المناطق حتى اللي هي الظهير اللي موجودة في أسوان تقدر تعتبر مناطق من المناطق الغنية بالمياه الجوفية. ولو شفنا الأكيفرز كلهم بقى سواء النوبي او المنطقه الساحليه او طبعا دي كلها من الكربونيتس او الساند ستون في النوبي، الهارد روك على الحدود طبعا لو بصينا بتاع البحر الاحمر والنيل، فمعنى ذلك مصر غنيه بالخزانات الجوفيه. وبالتالي لو وزنت اللي على اليمين مع الشمال هيديك اللي على الشمال اللي هو 55.5، وبالتالي تقدر تعمل موازنة، والموازنة دي تقدر تحقق لك اللي هو ما يسمى بالميزان المائي. وبالتالي احنا بنقول ان احنا مع الوضع الحالي لمصر ممكن يكون في سياسة يعني للتحكم والكنترول والنفوذ للبوابات الخاصة بمنابع نهر النيل بالإضافة استهلاك او استغلال الخزانات الجوفية والمصادر الاخرى. وطبعا هذا يسمى بالووتر ستورج، والووتر ستورج ده مما فيه المياه اللي بتصرف على البحر والمياه اللي بتهدر في الزراعه والمياه اللي بتتبخر والمياه اللي بتتسرب والمياه اللي بيحصل لها ليتشيت في الفيوم في وادي الريان وفي بحيره قارون. هنا تمثل الخريطه الحقيقه مهمه جدا موقع الهايدان. وليه انا بحط الخريطه دي؟ لان دي تعتبر هي الهايست كنترول بوينت هيدروليكي، يعني ده طبعا الغرض منه هيدروليك بوينت. فبالتالي الكنترول هنا هو عباره عن كنترول في الووتر ليفل، وبالتالي كل البوتنشال انرجي او طاقه الوضع اللي موجوده ورا الهاي دام وتحويلها للكايناتيك انرجي والتربينز. طبعا ده الكلام ده في الماضي، وبالتالي نقدر نعمل حاجه اسمها الاندرنيث او الاندر جراوند لتشيت. نعمل اندر جراوند لتشيت ليه؟ عشان موضوع الاطماء اللي هو تجاوز الحد الاقصى في بحيره ناصر، لان ده اخطر تحدي موجود في اداره الموارد المائيه اللي هو الستورج فوليوم. ستورج فوليوم حقيقه اكتر من دراسات قعدت اقرا فيها لموضوع الستورج فوليوم، وحقيقه معهد النيل وكان لنا زميل يعني ربنا يبارك فيه الدكتور طارق عبد العزيز. النهاردة الدراسات حتى اللي بتتم عن طريق الالتراسونيك او الرادارات عشان تقيس بتمشي المركب فيها اجهزة بتابعة الموجة بترتد، بيقدر يعمل نقط لقياس مناسيب المياه ومناسيب السيلتينج او الاطماء. ليه؟ عشان احدد الاكتف بولي. انا يهمني الحقيقة موضوع الاكتف بولي، يعني قد ايه من الخزان اكتف. انا يهمني الاكتيف فوليوم اللي هو الحجم المياه الفري اللي يقدر يسحب، لان المنطقه طبعا حصل فيها ترسبات منذ الانشاء في الستينات. وده يدينا الحقيقه يعني الفكره اللي هي بدات يعني الحقيقه بعد الثوره المصريه في موضوع الووتر بيفوت، وان انا اعمل موضوع الكنترول للمياه عن طريق المنظومه او اللي بنسميها الهيدروليك ريجيم اللي هو طبعا بما فيها يعني انتاج الكهرباء. لان انا ما ببصش قوي على الكهرباء دلوقتي، لان انتاج الكهرباء فيه حاجات كتيره جدا دلوقتي بدائل مصادر الطاقه واخد بالك، ولكن انا ببص على الفلاد كنترول وبص على الاكتيف فوليوم
وبص على الاندر جراوند ليتشيت وبص على الووتر فلو. طبعا من زمان يا جماعه الكلام ده، من ايام اللي يعني الجريك ايجيبشن، الراجل اللي هو يعني ابتدى يفكر في موضوع سنه 46، والحقيقه كان عالم يعني مش مصري. وادريان دوت هو اللي بدا في موضوع القصه بتاع السد اسوان وعمليه الكنترول اللي موجوده، وليه دراسه. تخيل الدراسه دي موجوده، يعني الدراسه اللي موجوده ممكن من الاربعينات يعني موجوده بتاع هذا العالم. والحقيقه الدراسه دي اتعملت بالايد، فبالتالي ما كانش في لايدر ولا في التراسونيك ولا في سونار ولا في سبيشال موديلنج، وبالتالي كانت دراسه ناجحه الحقيقه. وطبعا ده ادى الى يعني عمليه تحديد يعني الظهير اللي هو الداون ستريم، او خلينا نقول بقى داون ستريم لمين؟ للسودان، ولكن هو الاب ستريم للهاي دام، يعني هو الاب ستريم للسد اسوان. وبالتالي انا اجد ان الجزء الحجم التخزين اللي وصلت للبحيره في ذلك الوقت هو كان يعني مبشر بسد الفجوه المائيه. وهنا يظهر الصوره الاقمار الصناعيه وتوري لك الجزء اللي هو خاص بالظهير المائي والكنترول عن خزان اسوان. طبعا ده يدي لك الحقيقه في الصوره دي برضو، يدي لك هنا السبيشال هوريزونتال ارتيريال او الشرايين بتاع النيل اللي بتنشا نتيجه للهيدروليك فلو، ومرورا من طبعا اللي هو تروبيك اللي موجود هنا، والجزء الخط الحدودي اللي يمثل لك قبل نقطة الدخول على أسوان، وطبعا ما تبعه بذلك في الدخول على اللي هي قناة نجع حمادي وما يعقبها من المنشآت الري للتحكم حتى الوصول للواحد الفيوم. هنا ده الموديل الحقيقة، ده الموديل يعني الموديل ده بقاله يعني حوالي 6 سنين، ويوري لك الطبقات الخاصة بالخزان أسوان والووتر سيرفيس، ويوري لك الروك فيلينج والساند، يوري لك المد طبعا بما ارتفاعات الهاي دام ال 111 متر والكلي بلانكت اللي موجودة عليها. طبعا ده يخلي لك تقول ان انت عندك 12 تربينة بتولد لك 10 بليون كيلو وات اور، واخد بالك ده حسب التصميم اللي تم حسب التشغيل الستارت كوميشنج، لان هو ابتدى يعني انتهى في 1970 وقبل وفاه عبد الناصر يعني 1971، وابتدت اللي كان التكلفه الحقيقه 1 بليون. طبعا لو بصيت كان بالنسبه لبحيره ناصر هنلاقي ان الارتفاع اللي خزان اسوان ال 111 متر يعني 364 فيت بطول حوالي 3 كيلو متر و800، ادالك حجم ما يقارب ال 44 مليون متر مكعب. فطبعا ال 44 مليون متر مكعب يعني معنى ذلك انت بتقول الجزء ده يهمني في كحجم تخزين ان انا اقدر اعمل فيه مانوفرنج، وبالتالي لو حصل اطماء الحجم ده هيقل، واخد بالك. فبالتالي بنقول ان البروس كاباسيتي لو حسبنا البحيره كلها، لو انا ورا الخزان ال 44 مليون، طب البحيره ممتده لفين؟ البحيره تعتبر يعني امتداد لغايه الجنوب، فنلاقي الامكان الاجمالي حجم المياه اللي كانت محسوبه ساعتها على المساحه الكليه مع الحدود اللي تقرب للسودان 170 بليون. يعني ايه؟ يعني اكتر من 3 الحقيقه اضعاف لانتاجيه نهر النيل اللي بتصل في مصر اللي هي 55.5 بليون. برضو لو نجد ان نشوف ان الجزء الخاص بالامتداد بتاع بحيرة ناصر اللي هي يعني يمثل قد ايه ان انا اقدر اعمل يعني توسعات او استخدام فيها، زي مثلا المشاريع اللي حصلت في ايام توشكي ومحطة ضخ اللي كانت تسمي محطة ضخ توشكي، والمشاريع الزراعية اللي كانت مستهدفة لزراعة القمح في هذه المناطق، وصولا طبعا للاستخدام ده كان يحقق الحقيقة
يعني بالتعاون مع السودان الاكتفاء الذاتي من الرز والقمح. هناك الكنترول اللي مش هيدروليك بقى، هو بيوري لك هنا كاستراكشر ويوري لك الايرث فيل دام، وبالتالي الايرث فيل دام كنوعيه من طبعا من اقوى طبعا عشان الزلازل والحاجات دي، فطبعا التصميم بتاعه كله اتعمل ايرث فيل دام عشان يعمل ابسوربشن للموجات الزلزاليه. وطبعا دوت الحقيقه كان من التصميمات الناجحه. وطبعا هنا يوري لك الفتحات بتاعه الكنترول في الخزان، وبعدين توليد الطاقه الكهربيه عن طريق دفع الطاقه الحركه الى توليد الطاقه الكهربيه تيرباينز. وطبعا هنا الحقيقه كان المشروع طبعا في يعني امتداده، يعني احنا بنقدر نقول يعني حوالي 300 كيلومتر، يعني نقدر نقول السبيشال موديل الخاص بالاريا كلها حوالي 300 كيلومتر طولي، وده يمثل يعني عمق بحيره ناصر والروافد التجميع النيل من الحدود من السودان دخولا الى جنوب مصر. طبعا ده الحقيقه ساعد مصر في التغلب على فترات كثيره جدا من الازمات المائيه وتعويض الووتر ديفيسيت او اللي احنا بنسميه الووتر جاب. والحقيقه الووتر جاب في اكثر من مره، يمكن 3 مرات، وده نجحت الحقيقه في الاستخدام بغض النظر عن العوامل السلبيه الاخرى، موضوع حجز المينرالز عن الزراعه، وده اثر على الرقعة الزراعيه وتاثير بالغ، واستخدام المخصبات الذي ادى يعني العوامل الجانبيه من الفيرتلايزرز، والموضوع تاثير المياه الجوفيه من الفيرتلايزرز، وما اعقبه من طبعا عمليه اللي هي يعني نسميه يعني عدم يعني خصوبه الارض الزراعيه. طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ان بحيره ناصر طولها حوالي 550 كيلومتر، عرضها زي ما قلنا الجزء اللي هو في العرض 35 كيلومتر، مساحتها حوالي 5200 كيلومتر مربع، العمق كان 25 متر، ولكن اكبر عمق فيها 130، والحجم قلنا زي ما قلنا 132 كيلومتر مكعب، وطبعا الجسر بتاعها حوالي 7 كيلو 800، وارتفاعها حوالي طبعا الجسر ده 183. انا ليه بدي لك الحقيقه دي؟ عشان اوري لك ان الاوفر فلو اللي حصل على توشكا من السبيل واي كان يقدر يفتح لنا يعني الحقيقه فتحه كبيره جدا، بغض النظر عن فكره البامبنج ستيشن، كان في افكار اخرى ان احنا نعمل هيدروليك كاسكيد، وبالتالي نقدر نولد كاينتيك انرجي تعمل فلاش، وتعمل فلاش فلاد تقدر تغمر الارض، وبالتالي تقدر تزرع الرز في المناطق اللي فيها الري بالغمر. هنا طبعا الميزان المائي للسد العالي سواء اللي داخل ليه او اللي خارج ليه، طبعا يعني ممكن يصل في سبتمبر ل 16 كيلومتر مكعب، واخد بالك، بينما نجد مثلا في يناير 2 كيلومتر مكعب، حسب طبعا الامطار الموسميه اللي بتنزل على طبعا انت عارف نهر النيل الازرق بيديه 86% اللي هم الحاجه و40 بليون متر مكعب. برضو هنا موضوع السيبج، هنا بقى السيبج مهم جدا ان يدرس موضوع الووتر سيبج اللي هو على ارتفاع 110، وده خطر جدا، وبالتالي يأثر لك على حجم التخزين الموجود في السد. وهنا الصورة الصناعية اللي توري لك هذا الكلام تؤكد هذا الصورة، يعني الحقيقة بتوري لك التوشكا اهو، توشكا ديبريشن، ما اعرفش شايفين ولا على الشمال، واخد بالك في اتجاه الشمال، وهنلاقي الحوض بتاع بحيرة ناصر، وهنلاقي خزان الأسوان، وهنلاقي ان هنا طبعا لو قارنا ده هنلاقي هنا 160 متر طبعا في 180 في 160، بينما الهاي دام 180، الطول هنا مثلا 291 كيلو بينما الهاي دام بالمتر 481، وهنا المساحه حوالي 2560 كيلو متر مربع. الووتر ستورج قلنا 53 كيلو متر مكعب، طبعا الطول حوالي 4.5 كيلو متر. الحقيقه المعلومات دي كمعلومات يعني داتا، طبعا ده عباره عن الحقيقه المقاييس اللي تم قياستها فعليا، يعني بيدي لك النايل ميتر ريكورد طبعا مع النيل،
فنلاقي الفلاد هايت اللي موجود اللي واصل 1100 طبعا ده هنا، بينما تبص هنا على الشمال هنلاقي الجزء الخاص بالديستشارج اللي هو يوصل حوالي 100 كيلو متر مكعب في السنه، 100 كيلو متر مكعب، وده اللي خلى الازمه الماليه يقدر ان احنا نتغلب عليها. طبعا المشكله بقى اللي انا بقولها ليه كاتبها بالاحمر؟ لان دي مشكله الاطماع اللي هي ال 124 مليون طن من الاطماع اللي وصلت عندنا، ودي مشكله كبيره عاوزين نتغلب عليها، وفي طرق كتيره للتغلب عليها، ولكن الغرض منها زياده حجم التخزين للاكتيف فوليوم جوه بحيره ناصر، وبالتالي يعلي الووتر فلو ويؤدي الى زياده الووتر ليفل، وبالتالي يؤدي كمان الى الهيدروليك جريدينت اعلى، وبالتالي يؤدي الى الكاتشمنت اريا سيرت شارج، وده يمثل الريجيشن يعني كاباسيتي انكريمنت. هنا يمثل لك برضو موضوع التساقط الخاص بالامطار في المناطق الجنوبيه عالي جدا زي ما احنا شايفين، وحتى وصولا لبحيره ناصر، وايضا يمثل لك هنا موضع الخزان في الكنترول بالنسبه للنيل على مستوى افريقيا، كان هو الكنترول بيفوت. طبعا بعد كده الخزانات الاخرى اللي بنيت على مسار نهر النيل واخد بقى كلها باللون الاحمر دي، فتعد كده 1 2 3 4 5 6 بالاضافه لجي ار دي يبقى 7. برضو لو بصينا هنا القنوات اللي انشاتها وزاره الري من ايام محمد علي، والقنوات دي سواء كانت اللي هي والرياح اللي هو بيسموه الرياح البحيري، وفرع رشيد وفرع دلتا، والحقيقه التحكم الهيدروليكي ده حتى هولندا جت درسته، سرقت مننا التكنيك ده هولندا في المعونه الهولنديه اشتركنا فيها الثمانينات، وصلت لغايه يعني 2005، يعني قعدت في مصر حوالي 20 سنه في منطقه الايه الفيوم تدرس المجرات والبرابخ والقناتر والمسائي واجهزه الري الحديثه اتعلموا منا مصر، والتوازن المائي مع البحر زي ما عملوه في امستردام، وعدم غمر مياه البحر لمياه اليابس. هنا بحيره قارون مهم جدا، بحيره قارون والميه اللي بتصرف لوادي الريان مهم جدا نبص عليها، ونشوف الارتيريال اللي واصل للتشيت، مع طبعا لو بصينا عند قناه السويس بالاضافه للقناه اللي تم حفرها اللي هي بتعدي عن طريق الاسماعيليه اللي احنا بنسميها ترعه السلام، والمناطق اللي تم زراعتها بناء على مشروع ترعه السلام. طبعا هنا بالحقيقه الخريطه دي توري لك يعني اللي هو الهيدروليك نايل فلو، والحقيقه يوري لك كمان الجزء الخاص بالكنترول اللي موجود على الارتيريالز سواء كانت المصارف او القنوات او حتى السكك الحديديه. حتى السكك الحديديه اللي هي المناطق المؤشره دي تعتبر بالنسبه لك مهمه جدا. ابتداء من يعني بحيره طبعا ده جوه مصر، انا بتكلم جوه مصر يا جماعه. حدود المصرية بس أنا قاسم الخريطة قسمين، فبالتالي الجزء بتاع قناة السويس ووصولا للمنطقة الشمالية بحيرة التمساح، وبعدين وصولا لخليج السويس حتى البحر المتوسط وبحيرة المنزلة. طبعا لو بصيت هنا برضو تفصيل أكتر هيوديك الجزء بتاع بحيرة المنزلة في الجزء الشمالي، أما هنا هيوريك اللي هو الجزء بتاع الجنوبي، وبالتالي اللي هو موجود عند الاسماعيليه واللي هو بنسميه بحيره التمساح، يعني مصر فيها بحيرات كثيره جدا. والحقيقه يعني بما فيها بحيره البردويل، بحيره قارون، بحيره المنزله، وبالتالي كل الزراعات اللي احنا شايفينها دي كانت نتيجه للاستخدام الامثل للري بالغمر. وهنا طبعا اوري لك المنشات القديمه جدا سواء اللي على اليمين في المناطق البرابخ في الفيوم والهدار اللي هو الوير، وهنا اللي على الشمال في اسوان. برضه موضوع انشاء السوائي، عندك 6 انواع من السوائي، والحقيقه قدرت تعمل كنترول لرفع المياه من المناطق السفلى للمناطق العليا، ده مشروع مهم جدا. طبعا هنا يوري لك الانتشار الكتله السكنيه داخل الارض الزراعيه، وده اللي حقيقه اللي هو مؤشر يعني بقاله 50 سنه لم يتوقف حتى الان، وهدر المناطق الزراعيه تحويلها لمناطق طبعا يعني نقدر نقول مناطق سكانيه، وبالتالي هدر المنطقه الزراعيه وده يؤثر على الاقتصاد.
طيب نكمل كده برضو على موضوع، طبعا ده هنا بدي لك امكانيه تساقط الامطار على الضفاف بتاعه الخزان، وده يدي لك برضو ان هو اعلى معدلات وصلت كانت في المناطق الجنوبيه، لو شفتها يعني مع درجات الحراره، بالرغم ارتفاع درجات الحراره ولكن على اليمين في تساقط امطار اعلى. هنا توري لك الحقيقه اكبر من قياس، تم قياس مناسيب الحقيقه النيل في الروضه، الحقيقه انا رحت زرته، جميل جدا يعني النايل ميتر ده، يعني القرن ال 15 تقريبا، والحقيقه يعني يبين عظمه المصريين في موضوع يعني قياس مناسيب، ومسميه مونيتورنج، يعني معنى ذلك المونيتورنج الجزء الخاص بمراقبه مناسيب المياه. وطبعا بقى البراجات بقى، سواء بقى ابتداء بقى من نجع حمادي، اسيوط، دلتا باراج، واخد بالك، زفتا باراج، فرسكور باراج، برضو البحيره اللي هو الرياح البحيري، وبالتالي نجد كل التحكم في الهيدروليك كنترول ستراكشر ابدعت في السياسه المصريه في الري على مدار العصور السابقه لمده اكثر من 200 عام قبل عهد حتى محمد علي وانشاء القناه الخيريه. وطبعا زي ما احنا شايفين دي الجزء بتاع المصارف والبامبنج ستيشن، هي حاجه مبدعه جدا لما تخش فيها بعمق تعرف ان مصر فيها اكبر تطبيقات للتوزيع وللتحكم في مصادر المياه. ده برضه الووتر ديستريبيوشن ابتداء من خزان اسوان ومرورا بطبعا نجع حمادي وايضا حتى الوصول لترعه الاسماعيليه. طبعا هنا بيديك البؤره السياسيه الخاصه بالتغير اللي هو خاص بنوعيه اللي احنا بنسميه الاجريكالتشر لاند او الفيتشرز بتاعت قصوبه المياه. برضو دي عبارة عن خريطة توري لك برضو موضوع الخزانات وريتشارجينج من الايه من اندر جراوند ريزرفوار، ودي القناطر الحقيقة اللي بناها محمد علي واستكملوها بعد كده، والحقيقة يعني جميلة جدا وتبين مدى عظم المصريين في ذلك الوقت، وبالتالي يدل على مدى الاستمرارية في هذا الجزء. طبعا انا مش عاوز اخد وقت كبير في الجزء ده، ولكن الحقيقه كل ده موجود في موقع وزاره الري المصريه. والحقيقه خلينا نخش على النقطه المهمه، ان الجزء بتاع الووتر سكارستي اللي دخلنا فيه في 2023، وبالتالي الابسوليوت ووتر سكارستي، يعني في حاجه اسمها الابسوليوت ووتر سكارستي. بناء على الخريطه الهيدرولوجيه دي بتمثل لك المناطق المزروعه اللي هي قلت كتير جدا، اللي احنا كنا بنقول عندنا 4% اللي هي بقت 3.1 من 10، وموضوع الكنترول اللي موجود بقى على نهر النيل اللي هم عملوه الووتر كواليتي مونيتورنج في حوض نهر النيل كله، اللي هي النقط اللي هي باللون البينكي دي، وبالتالي احنا في مصر هتلاقي فيه الثلاث نقط والمثلثات اللي هي الجزء الخاص بالمدن، وحاجه اسمها الهايدروميت او الهايدروميتك ستيشنز والتحكم في كميات الوصله. برضو ده الجزء الشمالي، هنجد الجزء قصدي الجنوبي مرورا بطبعا ابتداء من كينيا عن نهر النيل الابيض وبروندي وتنزانيا، وايضا طبعا وصولا للسودان. لو بصينا برضو ده الهايدروميتريك الجزء الخاص الموجود في عند الحدود مع مصر. برضو هنا نلاقي الستيشن لوكيشنز الحقيقه من تحت من تنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطيه اللي هي الدي ار سي وجنوب السودان بعد ما انفصلت اثرت عليها تاثير بالغ جدا، مرورا لشمال السودان وحتى الدخول على حدود نهر النيل. طيب ال 55.5 ال 55.5 حسب الجزء ده، هل طبعا نقدر نستغل الموارد دي ان احنا ننشئ اللي هي الموارد اللي هي مش الغير تقليديه اللي هي النون كونفنشنال. النون كونفنشنال تتمثل بقى قلنا في الووتر يوز، الويست ووتر ريكليميشن، البراكش ووتر ديسالينيشن، والسيويج تريتمنت، وبالتالي اقدر ارفع
للريوز بتاع الووتر ريسورسز، ان انا استخدم 7.5 من الاجريكلتشر وبالاضافه الرينيوبل جراوند ووتر، يعني اقدر اضيف 12.7 مع الموضوع الامطار والتحليه، يبقى عندي حوالي 58 59. فده يرفع لك الحقيقه ل 80 او 81، وبالتالي يبقى الكونفشنال ووتر ريسورسز اللي هو نهر النيل مع الامطار والمياه الجوفيه، ونون كونفشنال او المصادر غير اللي هي الغير تقليديه اللي هي الريوز اوف تريت سيويج والريوز اوف اجريكلتشر، وطبعا الجراوند ووتر اللي احنا قلنا عليها بتاع حوض النيل واستغلالها حوالي 6 بليون متر مكعب في اليوم. وهنا الحقيقه الخريطه دي عاملاها وزاره الري او الناشونال ووتر ريسيرش سنتر، يعني معهد على مستوى عالي جدا. طبعا ان هو بيوري لك ازاي الديب جراوند ووتر والفلاش فلاد اللي ممكن تحصل، اخطر حاجه الفلاش فلاد اللي ممكن موجوده حسب التنبؤات، بالاضافه لموضوع اللي ايه الديب طبعا جراوند ووتر. طبعا لو حللنا ده هنلاقي ان احنا النايل ريفر مع النون رينيوبل ومع الازر ممكن نقول حوالي 90 ل 91. دي وزاره الحياه التخطيط والتنميه الاقتصاديه البلانينج والايكونوميك ديفلوبمنت، ويوريك ان نسبه اللي كانت في 18 570 بقت 450. برضو وزاره التخطيط بتوري لك برضو ان هي موضوع الدرينكينج ووتر من 2015 ل 2019 مع ازدياد تعداد السكان والاستهلاكات، وبالتالي يؤدي لك اللي الجزء التوتال بتاع الديموستيك ان احنا قلنا اللي هو 7.5%، بينما الجزء 79%. طبعا هنا بيوصل لك طبعا ده ليه علاقه باستهلاك الدوميستيك ووتر، وبالتالي بيعلى استهلاكات اللي السيورز. فبوري لك ازاي منظومه الصرف الصحي اللي موجوده في مصر قد ايه يعني في السيورز، وقد ايه يعني خزانات بتاثر على طبيعه المياه الجوفيه والتلوثه، وقد ايه طبعا مياه بترمى بدون معالجه. طبعا اليونيسيف بتقول على الامراض المنقوله بالمياه والمشاكل اللي ممكن توصل للاطفال وال يعني الووتر بورد ديزيز، دي خطيره جدا. انا بمشي طبعا سريع عشان نقدر ناخد الوقت بتاعنا، بس انا حقيقه من المشاريع موجودة في توفير المياه من السودان، طبعا منطقة السد في السودان، والموازنة العامة لقطاع المياه حسب الخطة الوطنية للمياه اللي نقول مثلا 37، يعني خلينا نقول مثلا 20-30 أقرب حاجة، يعني لما أنا أوصل ل 130 يعني مليون نسمة، الووتر ريسورسز عندي هتوصل لكام؟ اللي هي بنسميها الأفيلابل الفريش، وبالتالي هنزل لل 440، وبالتالي الدوميستيك ووتر سبلاي هيقل، البير كابيتا الوكيشن هتقل، البير كابيتا كونسومشن هيقل، والاندستريال ويست ووتر هتقل، والاندستريال كمان ووتر كونسومشن هيقل، والاجريكلتشر هتقل، وبالتالي الاريجيتد اجريكلتشر بالفدان هتقل. طبعا كاحصائيه انا اقدر اقول ان الانتاجيه هنا الالوكيشن بير فدان هتبقى حوالي 6284. طيب يبقى معنى ذلك لما نقول اجريكلتشر ووتر كونسامشن في 20-30 كام بليون متر مكعب سنويا، انا هحتاج 42 بليون متر مكعب سنويا. طبعا هنا السيفل والانفيرمنتال انجينيرنج الحقيقه ده عامل برضو فوركاستنج لمصر الخاص بيه الووتر فوليوم اللي موجوده والووتر ريسورسز والرين فول والايفابوريشن اللي بيحصل في نهر النيل ده، طبعا البحر في بحيره ناصر ونهر النيل ده برضو لازم في عليه كنترول. هنا بيدي لك بقى العالم كله داخل في الووتر سكارستي والابسوليوت ووتر سكارستي، وبيدي لك ان انت كمان 2050 هيصبح من 20-30% الجلوبال ديماند بالنسبه للميه، وبالتالي هنوصل للووتر سكارستي بما يؤثر بناء على الكلايمت تشينج و 6% من الجي دي بي. وبالتالي هيبقى زي ما انت شايف كده حسب الاحصائيه اللي كانت موجوده من سستينبل ديفلوبمنت جول بتاع الامم المتحده اللي هي بيسموها الكلين ووتر اند سانيتيشن او بيسموها اس دي جي 6، ان انا عندي اكتر من مليار
لا يتمتعوا بالحصول على مياه الشرب. طبعا دي الاس دي جي 6 او السستينبل ديفلوبمنت جول، طبعا بتوري لك كمان 3.5 بليون، واخد بالك، ما عندهمش سانيتيشن، ما عندهمش يعني السانيتيشن اللي هو الصرف اللي ايه الصحي، والهايجين 2 بليون. وبالتالي برضو الاس دي 6 بتقول اننا 1.5 بليون ووتر لاك للميه النظيفه، والميه اللي فيها الحياه نقيه تصلح للشرب والاستخدام الادمي. وموري لك البلاد اللي هي طبعا فيها الفاست ابروتشنج، بيسموه الفاست ابروتش، يعني بلاد بحسب منظمه الفاو اننا بوصل لما فيها مصر والسعوديه وطبعا الشمال الافريقي كله، ابتداء من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. طيب الاستريسنج ده هياثر عليا في الايكونومي، طبعا ياثر عليا في الايكونومي، ياثر عليا في الجي دي بي، هياثر عليا كمان في اللايفنج، وياثر عليا في اللي هو بيسموه الويلفير او الديفلوبمنت. طبعا الحقيقه في هنا الووتر ستريس حسب المناطق الهاي اللي هي بالدارك اللي هي من 57، يعني فوق 57%، طبعا ده من 2019 يعني عالي، يعني وصل ل 80، حاطين مصر فيها والسودان والسعوديه. طبعا ده تحديات كبيره جدا للميه، وبالتالي احنا نوصل ان احنا نرفع الووتر ديماند بير كابيتا بير يير ل 550 متر مكعب في اليوم بدل ال 460. لو بصينا الرينيوبل ريسورسز كم متر مكعب لكل شخص في اليوم، لا في بلاد بتوصل ل 776، طبعا بينما في بلاد توصل 8000، تخيل بقى 8000 لتر بير كابيتا بير داي، يعني 3200 متر مكعب بيستهلكها في السنه، بينما في بلاد بتستهلك 280 و260، بينما مصر 460 متر مكعب في السنه. وطبعا حد الفقر 500 او 550 متر مكعب، زي ما احنا شايفين اهو حسبناه 465، يعني بيلو ال 500، وبالتالي يبقى دخلنا في المنطقه اللي هي الحمراء ديت كريتيكال، اللي هي موضحه في الماب الموجوده. طبعا لو شفنا الدول الثانيه هنلاقي اللي مثلا زي الووتر ستريس، هنلاقي الكويت، بينما الامارات رقم 2، هنلاقي السعوديه رقم 3، ليبيا رقم 4، لكن لو جينا طبعا مصر رقم 14، يبقى ده اللي هو ترتيب حسب اليو ان دي بي على الووتر ستريسنج على العالم. طب ايه اللي عملته وزاره الري؟ الحقيقه عملت موضوع ان هو التحكم في الموارد المائيه او الووتر ريسورس مانجمنت. الجماعه معايا ولا 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 يعني تعبوا؟ مهندسه منى في اي تعليقات؟ عشان بس الموضوع يعني لو في اي تعليقات، عشان يعني معاك دكتور طيب حسن، هو الموضوع ده يا جماعه يعني موضوع مهم، بعض الناس يعني ممكن تمل منه، ولكن والله ده يعني الله يبارك فيكم، ده مهم لكل مهندس يعمل في مجال الطاقه والمياه او الري ان هو يكون معانا. طيب الحمد لله دكتوره فاطمه والدكتور طيب حسن، الله يبارك فيك. بس بشوف التعليقات، دكتور ابراهيم امن قومي، حازم عز، طيب ماشي يا حازم الماتيريال، وبعدين الدكتوره فاطمه الله يبارك فيها، وطبعا هيام الله يبارك فيك، هيام بتقول ربنا يبارك فيك، واحمد رمضان. شوف بس التعليقات كده يعني مده دقيقه، وطبعا الله يبارك فيك يا دكتور ابراهيم، يعني حضرتك لو تكتب الجهه اللي انت حضرتك يعني جهه حكوميه ولا جهه استشاريه، سعادتك. والدكتوره الاستاذه الدكتوره فاطمه برضو، احمد برضو، مسعود وحامد، فاطمه احمد، مركز بحوث الصحراء، اهلا بيك دكتوره فاطمه، مركز بحوث الصحراء. بس دقيقه كده اتعرف على الناس. الدكتور ابراهيم طبعا بيمثل جهه حكوميه، وربنا طبعا كلنا في مركب واحد سواء الاستشاريين او الحكوميين. وفهد من السعوديه، اهلا بيك، الله يبارك فيك يا فهد.
هشام مركز القومي للبحوث، اهلا بك الناشونال ووتر، دي اساتذتنا في البحث العلمي. والحقيقه يعني دكتوره فاطمه الجوهري من مركز القومي للبحوث، ويعني والدكتوره طبعا سهير اساتذتنا واللي اتعلمنا معاهم، ودكتور رفعت عبد الوهاب، وطبعا كل ده يمثل القيمه المصريه اللي موجوده. والحقيقه احنا اللي علمنا في موضوع الري الدكتور حمدي الكاتب رحمه الله عليه، طبعا موجود ربنا يبارك فيه الدكتور علاء دلوقتي في جامعه القاهره، بالاضافه اساتذتنا في جامعه عين شمس اسكندريه. طبعا دكتور عبد الغفار اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور. والدكتور طبعا ابراهيم مسؤول عن الرقابه على المحطات المائيه. طيب انا كده اطمنت يعني ان انتوا معانا، ولان انا كنت خايف يعني يكون الايه يعني الموضوع يعني مجرد يعني عرض وليس فيه رياكشن. لو في حاجه ممكن يعني نبقى نقدر نتكلم عليها في نهايه السيشن، يعني ممكن ياخد معانا ساعه كمان لو حد يعمل شاي او حاجه، وحد يجيب له من البيت يعني حاجه يشربها، بحيث ان احنا نقدر نكمل. الموضوع مهم جدا، والحقيقه انا قعدت فيه حوالي 85 ساعه، يعني كنت فاكر ان هو يخلص في 30 ساعه، الحقيقه استغرق مني على مدار شهر ونص 85 ساعه. والشكر الحقيقه يعني يعني الاكوا انرجي والمهندس محمد خليفه شجعنا على ذلك، وحط الخطوط يعني العريضه اللي احنا بناء عليه نقدر نلتزم بالسياق العلمي وعدم الخروج عنه. وبالاضافه ل طبعا اتصال الحقيقه مع اربع جهات يعني في مصر حتى الحصول على البيانات، الحقيقه ربنا وفقنا يعني الحقيقه وزاره الري والموارد المائيه في الحصول على بيانات دقيقه جدا. وكان طبعا الخطه الوطنيه اهم حاجه، الحصول على الناشونال ووتر، اهلا بك دكتوره فاطمه، الحصول على الناشونال ووتر الحديثه، يعني كان في ناشونال ووتر معموله طبعا في 2017. والحقيقه برضو يعني مشكورا المجلس العربي للمياه عنده مكتبه ضخمه ضخمه جدا، يعني اسسها الدكتور محمود ابو زيد وخلفه يعني خير سلف من خير خلف الاستاذ الدكتور يعني خالد. والحقيقه ده فادنا كتير جدا في حصول بعض المعلومات، بضافه معهد الحقيقه النيل معهد يعني عالي جدا. والحقيقه يعني الدكتور طارق عبد العزيز، ويعني في اساتذه كثيره جدا بدون ذكر اسمائهم. ونصل في النهايه ان المعاهد البحثيه سواء المركز القومي لبحوث المياه، انا يعني كانت ايام الاستاذه الدكتوره شادن، والحقيقه المركز القومي للبحوث اللي هو في الدقي شارع احمد الزيات، ومع الحقيقه وزاره الري، ومع طبعا بحوث الصحراء، والمعاهد الخاصة بالكوستر طبعا حماية السواحل. الحقيقة ده كون منظومة كبيرة جدا، حوالي 7 معاهد بحثية، بالإضافة لما يسمى بالمعاهد العالمية طبعا، بالإضافة للدراسات الدولية زي البنك الدولي وزي طبعا اليونايتد نيشن انفيرومنتال بروجرام او اليو ان ووتر الحقيقة. ودي من المصادر اللي هي تم الحصول فيها على هذه البيانات. الشاشة كده فول سكرين يا باشمهندسة منى؟ يا باشمهندس. طيب نكمل بقى الووتر ريسورس مانجمنت، كلكم اساتذتنا يعني تعرفنا عليكم، واضح ان في يعني كتير جدا يعني متخصصين من معاهد بحثية. فالمنظومة كلها هو عملية الموازنة بين المياه الطبيعية الناتشرال ووتر وبين الووتر ريسورس المفروض المياه، سواء بقى من ناحية الفلات، من ناحيه الدرافت، من ناحيه اللاند سلايد، من ناحيه درجات الحراره، من ناحيه تحسين فواقد المياه. ودي اخطر حاجه مواجهه في مصر، اللي هو الست مصادر اللي بتفقد فيها المياه، التشيت والايفابوريشن والدايفيرجنس والاطماء والسيبج، بالاضافه طبعا للووتر كونسامشن في موضوع الزراعه. طبعا هي بنسميها مالتي لاترال الحقيقه، طبعا دي طبعا الهيدروليك سايكل كلنا نعرفها. كووتر يوز مانجمنت او ووتر ريسورس مانجمنت،
الورلد بانك بدأ في الموضوع ده زمان جدا، يعني ليه اكتر من يمكن حاجة و30 سنة ابتدى يعمل دراسات في مصر، والغرض منها اللي هو الووتر سيكيورتي. هم ليهم اغراض تانية، ولكن في النهاية الدراسات دي فادتنا كتير جدا، ووصلت الحقيقة بعمق للجراوند ستيشنز، وقدروا يعني كان انا حضرت مع الدكتور حسين العطفي كان وزير يعني راي في يعني فتره كده كريتيكال. فالحقيقه كان في احد المؤتمرات ان هو يستخدم يعني برامج زي ارداس والبرامج اللي هي بتاعه بريدكشن بتاعه طبعا الووتر ريسورس وما يسمى بالفيجيتيشن اندكس، طبعا بيدل ده اخطر حاجه الفيجيتيشن اندكس والايفابو ترانسبيريشن. والحقيقه كان عندهم اخطاء شفناها فعليا في هذه البرامج، وجم واحد اسمه بروفيسور شهيد جم قعد معانا 3 ايام الحقيقه وجود الدكتور حسين العطفي ان هو يحاول يعمل كاليبريشن ما بين هذه النتائج الخطا، وهو لم يصرح بخطا الا بعد ما اشتغلنا عليها، وما بين الجراوند ستيشنز اللي موجوده في وزاره الري. طبعا لما نقول الووتر ريسورس حسب المعونه الامريكيه ما ابتدت تشتغل في مصر من 83 دخل، والمعونه الهولنديه، المعونه الهولنديه دخلت مثلا في الفيوم حاجه اسمها ايواكو انترناشونال ووتر كونسلتر مع الدي اتش في مكتب استشاري. الحقيقه يعني كان قعدنا معاهم حوالي يمكن 6 سنوات. اللي استفدنا منهم الحقيقه هو موضوع الووتر ريسورس اللي هو السستينابل ووتر مانجمنت. ازاي كنا لسه ما نفهمش يعني ايه سستينابيلتي ولا افشنسي ولا ايه هو الايكو سيستم، فابتدينا نشوف الحاجات دي واحنا طلاب لسه في الجامعه، وفهمنا منظومه الووتر ريسورس اسسمنت سواء من ناحيه الزراعه من ناحيه الدرافت، ازاي تقدر تتحكم او تواجه الدرافت والفيضانات. وطبعا مصر طبعا بتواجه في يعني الخطه المستقبليه للفلاد ميتيجيشن وللدرافت ميتيجيشن، بالاضافه طبعا للانفورميشن، ودي انشاتها وزاره الري بقوه اللي هي الداتا بيزس والجي اي اس. حقيقه من اقوى الحاجات اللي شفناها وبدات في مصر برضه في الثمانينات عملها الدكتور هشام الشريف اللي هو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان في الزمالك انفورميشن ديسيشن اند سبورت سنتر. والحقيقه دكتور هشام الشريف يعني درب الناس، ورحنا احنا اتدربنا على هاو تو كرييت داتا بيس، كان برامج ساعتها في الثمانينات اسمها يعني كليبر، ويعني برامج يعني فورتران وحاجات زي كده، وكانت لسه الكمبيوترز مين فريمز في معهد الاحصاء اللي هو كليه الفنون التطبيقيه حاليا في الدقي خلف جامعه القاهره. الحاجات دي تاريخ ليه بنقولها؟ لان مصر بدات بدايه قويه، عندها العلم وعندها الامكانيات وعندها النو هاو. مصر يا جماعه على مدار ال 40 سنه اللي اشتغلنا فيها، مصر تملك النو هاو وتملك الاراده للوصول مش للتكنولوجي، لا للابتكارات اللي تقدر من خلالها تعمل التحكم وتقدر تمنع اللي هو ما يسمى بالهدر المائي، ونصل لمرحلة اللي هو ما يسمى بعبور خط الفقر المائي فوق ال 500 متر مكعب لكل فرد. وبالتالي الانتجريتد ريسورس هي كونسبت اتعلمناه في الثمانينات، كنا نفهم ووتر ريسورس وبعدين فهمونا ووتر ريسورس مانجمنت، وبعدين خرجنا في 89 فهمنا الانتجريتد ووتر ريسورس ازاي تعمل كوردينيشن ما بين التنمية وما بين الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية. فبالتالي ان احنا عشان نزود الاقتصاد ونقدر نحسن الحياة الاجتماعية فنقدر نعمل البروسيس الخاصة بالإدارة المتكاملة، الإدارة المتكاملة. وبعدين ظهر المصطلح الحقيقة 89 في مصر ابتدى ينتشر اللي هو السستينابيليتي. كل واحد يقعد يقول لك سستينابيليتي لغاية ما فهمنا يعني ايه السستينابيليتي أو التنمية المستدامة. يعني حتى كان وزارة التنمية المحلية ووزارة الري يعني كان ابتدت تطبق التنمية المستدامة، وطبعا بما فيها التشريعات اللي ظهرت بعد كده سواء بقى
الهيستوريكال ابروتش. طبعا هولستيكال ابروتش هنا يعني هو بيسموه يعني الابروتش او يعني نقدر نقول الكونسبت الخاص بالانتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت على حاجتين: ناتشورال ريسورس ان ار اس زي الريفر والليكس والجراوند ووتر والاكفرز، والسوسيو ايكونوميك سيستم يعني ان ار اس اللي هي الموارد الطبيعيه زي الانهار وزي البحيرات وزي الاكفرز الخزانات الجوفيه، سوسيو ايكونوميك اللي هو اس اي اس. فده اقدر استخدم بقى الهيومن اكتيفيتيز الانستتيوشن زي معهد بقى بحوث النيل، معهد بحوث الصحراء، مركز قومي للبحوث، التشريعات زي قانون 82، قانون 48، قانون 494، كل دي خاصه بالتشريعات. وبالنهايه نقدر نعرف طبعا ده الكي كونسبت اللي حطه الورد بانك. طبعا انا يهمني الحقيقه اوصل للانتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت انستتيوشن، مؤسسات وبيئه وتمويل واداره وادوات عشان اتغلب على الووتر سكارستي. طبعا ما فيها الانتجريتد مانجمنت سايكل اللي هي اعاده استخدام ميه الصرف الزراعي وميه الصرف الادبي. حسب الامم المتحده اللي احنا قلنا عليها سستينبل ديفلوبمنت جولز الاس دي جي 6، بيحط لك بقى الايكو سيستم والايكونوميك والبابليك بارتيسيبيشن، اللي هو لازم يكون في بابليك بارتيسيبيشن، لازم الناس تخش معاك في الموضوع ده، لا بديل من دخول البابليك معاك في هذه المنظومه. وطبعا هو طبعا وصل هنا بيقول الايكويتي يعني موضوع المساواه بين الميل والفيميل. البروجرس انتجريتد بقى ان انت تقدر تعمل يعني هنا الابروتش ده عامله النتسو الحقيقه الكوميونيكيشن، هاو تو اليبوريت كوميونيكيشن، وتعمل بعد كده الايه البروتوكول تقدر تتعامل معاه سواء كان بين الستيك هولدرز وبين الانستتيوشنز وما بين البابليك، يعني ستيك هولدر انستتيوشنز وبين البابليك. وده الفريم ورك الحقيقه الخاص بالويست ووتر مع الستورم ومع الكلايمت مع ميه الشرب. وطبعا هنا بيوري لك ايه المشاكل اللي موجوده في الايكو سيستم والبايو دايفرستي والتلوث المياه. طبعا الحاجات دي كلها يعني موجوده على المواقع، ممكن ندي لك لسته بكل السورسز اللي تم من خلالها يعني اكستراكت لكل الانفورميشن وكل السلايدز ما هي اللي ادت فاليو وتحليل. طبعا الاسيتس بالنسبه لي في مصر ايه؟ الري والدوميستيك سبلاي والهيدرو باور اللي موجوده من السد العالي بالاضافه للانفايرمنت او للبيئه. برضو لو جينا قسمنا كموديل الحقيقه ابروتش هيبقى فيه السوشيال الاجتماعي والايكونوميكال والانفايرمنتال، ويخش معاك الالجوريثم الخاص بالديسيشن ميكر، يعني في النهايه الديسيشن ميكر هو اللي هيصب عنده. وبالتالي ده مفهوم اللي انشاه هشام الشريف اي دي اس سي او انفورميشن ديسيشن سبورت سنتر. طبعا هنا بالنسبه للكونسبت هنا لازم نبص على حاجه بيسموها البايوريتيز، ايه هي الاولويات بالنسبه لي، يعني ما اخشش في اتجاه واسيب الاتجاه الثاني، لا يبقى ماشي ان بارل. برضو موضوع ان انا يكون عندي ما يسمى بالجيوغرافيك والهيدرو والميترولوجيكال، ان انا اتنبأ بالمشاكل اللي جايه من المناخ او مشاكل فيضانات او مشاكل غمر السواحل او مشاكل الدرافت اللي ممكن تحصل. ففي تحدي رهيب، انا حاطط النسر بتاع وزاره الري هي اللي الحقيقه رفعت الري هذا التحدي وقالت ان بناء على ذلك الحد من هدر المياه في موضوع الايه الزراعه اللي هم ال 80% او ال 84%، وحاطط الكونتكست الخاص بذلك، والبوليسي ميكرز قدروا يعملوا سبستنشيت للليجيسليشن او التشريعات، وبالتالي تم التطبيق فيها وبدات فعلا. وانا شايف مشروع جديد عن طريق اتحاد اوروبي فعلا هيبدا، وده مشروع قوي جدا الحقيقه، يعني كان التي او ار نازله من حوالي شهر ونص، خاص دعم اتحاد اوروبي داخل فيه يعني 3 استشاريين كبار من ضمنهم الووتر ريسورس سكارستي تشالنجينج واوفر كومينج الفيوتشر بروبلمز. ده يساعد الحقيقه مصر في يعني النجاح باذن الله تعالى والله الموفق في المرحله الجايه، ونغلب هذه الايه الحقبه ونوصل بقى للجمال بتاع اسوان، يا سلام، وجزيره النباتات
وانا بشوف الصور دي الحقيقه بتمتع. طيب ايه المعايير اللي عملتها الحقيقه يعني الدراسات عشان اقدر اقيم الناشونال ووتر بلانينج؟ الحقيقه المعايير دي معايير كبيره جدا تغير طبعا، سواء كان الناشونال يعني نوب واست ساعتها كانت الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي او وزاره الري، وحطت ايكونوميك اوبجكتيفز وسوشيال اوبجكتيفز وهيلث وانفايرمنت، يعني انا عندي اقتصاد وتنميه وصحه وبيئه. طبعا الايكونوميك ديفلوبمنت هنا بتعمل على ان استخدام الموارد المتاحه وموضوع الناشونال ايكونوميك جروث، ان انا للزراعه ان انا اقدر ازود الرقعه الزراعيه بالرغم من زياده الرقعه في المناطق الصحراويه او التصحر، خلينا نقول التصحر، وبالتالي ازود كمان الاتجاه في استخدام المياه الصرف المعالجه، واقدر ازود في موضوع الحياه الفطريه وايضا في موضوع الثروه السمكيه، وحسن جوده المياه في السواحل الشماليه. وده حدث بالفعل في مشروع مرسى مطروح اللي عملته جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه المصريه، ونجحت فيه في عمليه البوليوشن كنترول في مرسى مطروح. سوشيال الحقيقه من ضمن المعايير اللي هو تشوف الموضوع الخاص بمستوى المعيشه في الصحراء وخلافه، موضوع الحقيقه ده مهم جدا اللي هو السياسه العادله في توزيع المياه، ان انا اوصل المياه لكل مزارع بما يعني to feel equal to everybody else to be equal with everybody else. وبعدين الدرينكينج ووتر وصول المياه، الحقيقه مصر يعني 99.5 الحقيقه الحمد لله يعني درينكينج ووتر ان شاء الله يعني السانيتيشن واصل، وحاليا برضو الاتحاد الاوروبي بيمول مشروع ضخم للووتر بوليوشن كنترول في بحيره قارون، ده الفيز 2، الفيز 1 كانت 400 مليون يورو. الحقيقه يعني نامل انها يتم يعني بنجاح في خلال الشهور القادمه وبدء هذه الانطلاقه، والحقيقه الشركه القابضه لمياه الشرب وصرف الصحي بتقوم بموضوع المونيتورنج والمانجمنت لهذا المشروع، وده يصب الحقيقه في تلوث المياه عن طريق المصارف الزراعيه بما فيها مخصبات الفيرتلايزرز البيستيسايدز وبرضو اي توكسيك ماتيريالز بتيجي، وبما يؤثر على المياه الجوفيه، ما يؤثر على المياه الجوفيه من الزراعات اللي فيها البيستيسايدز والمبيدات والفيرتلايزرز والتوكسيك ماتيريالز. طيب هنا بالنسبه لي عشان اوصل للكلام ده انا يهمني الاول اقلل الفواقد في قنوات تبطين القنوات بدات فيها مصر، زي مثلا شفنا مثلا ترعه السلام هي يعني كلها مناطق رمليه، فحتى لما عبرت شفت بقى ترعه السلام عبرت تحت قناه السويس والمبنى الضخم اللي هو الاندرنيث سيرفيس، وطبعا استخدام النون رينيوبل سورسز اللي هي المصادر غير التقليديه. طب مصر عملت ايه الحقيقه؟ مصر عملت خلال ال 40 سنه تشريعات قويه جدا وعملت هياكل تنظيميه ومؤسسيه على اعلى درجه من الجهات الغربيه، ابتداء من التشريع قانون 12/84 للري والصرف، قانون 213/94 طبعا للمزارعين، 93/62 طبعا ده ايام جمال عبد الناصر، وطبعا ما يعقبه من 82/89. الحقيقه مش هخش في قوانين كتير، بس الحقيقه انا حصرت التشريعات اللي عملتها مصر تفوقت على الدول الاخرى في التشريعات الخاصه بالووتر ريسورسز، في الانفايرمنتال، في البروتكشن، في الحمايه، لغايه قانون البيئه القوي جدا اللي هو قانون 494، واللي اعقبه الحقيقه قانون 9/2009، والحقيقه ده كان بيدي لك انفايرمنتال امباكت اسيسمنت لحاليا وزاره البيئه او كان كياشون البيئه الاي والبي والسي. طبعا الليجال فريم ورك بقى لا نغفل عن قانون 68 اللي هو خاص بالصرف الصحي، وايضا قانون 2002 اللي هو انشاء الكود المصري من اقوى طبعا مركز بحوث الاسكان، والحقيقه الكود المصري اصبح دلوقتي يعني حتى السعوديه استخدمته ودول الخليج، وبالاضافه طبعا بما يسمى بالكايرو ويست ووتر والالكسندريا ويست ووتر.
والهولدنج كومباني الشركه القابضه وما اتبعه بقى من الشركات على مستوى المحافظات على مستوى ال 26 او 27 محافظه. وطبعا اكبر حاجه جهاز شؤون البيئه الحقيقه يعني اشتغلنا معاهم في دراسات يعني قويه جدا خصوصا لمنطقه بحيره قارون. وطبعا هم السبب الحقيقه في الحصول مصر على 400 مليون يورو الاولانيه في الفيز 1 في ووتر بوليوشن كنترول ات قارون ليل، وان شاء الله الفيز 2. وطبعا وزاره التعاون الدولي كان ليها يعني حصه كبيره بالاضافه وزاره الصحه وزاره الزراعه. وطبعا البرامج اللي حصلت فيه اكتر من يعني 500 موقع على مستوى مصر، سواء الانديكيتورز بتاعتها وصلت حوالي 40 انديكيتور، وموضوع الاستصلاح الزراعي واللجنه العليا الخاصه بالسبتوريان كوميتي اوف ذا ناير ريفر الحقيقه اللي هي بترأسها وزاره الري الحقيقه اللجنه العليا اللي كان فيها الدكتور هشام الشريف. نجد ان هو يعني كانوا يعني الحقيقه يعني حطوا بعض المودلز حتى الان يعني الجهات الغربيه بتستخدمها لمعايره ما عندها من يعني حاجات الجوريث او نيوميريك. الكي انستتيوشنز بقى سواء بقى الهيئه العامه للصرف وخلافه وحمايه السواحل، كل ده عباره الناشونال ووتر ريسيرش سنتر اللي هو مركز بحوث المياه من اقوى المراكز بحوث، والناس بتتعلم الموديلنج فيه، تعلم الفيزيكال موديلنج وتعلم الحاجات الخاصه بالهيدروليك ستراكشر والكنترول الووتر كنترول زي ما قلنا. هولندا خدت كتير جدا جدا، ورحنا هناك الحقيقه في اي اتش اي في دلفت زمان ايام المعونه الهولنديه، وجدنا ان هم سارقين حتى الووتر ويلز يعني اختبسوها مننا وابتدوا يستخدموها هناك والتوازن المائي. طبعا كل دي تشريعات وكل دي مؤسسات مش عاوز امشي عليها بسرعه، ولكن انا عايز اقول لك مدى قوه التشريعات. ان في الميه لوحديها ويعني وزاره الماليه مع وزاره الصحه مع وزاره المرافق والاسكان مع وزاره الري مع وزاره البيئه، دي قوه كبيره جدا في التشريعات الخاصه بالووتر مانجمنت، حتى في الزراعه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي وزاره الري والموارد المائيه، بالاضافه طبعا بقى الهيئه القوميه للمياه والشرب وخلافه. طبعا ما يسمى بالنوبوست او الهيئه القوميه، وطبعا الووتر بوليسي اللي خاصه بالووتر انتكس ووتر ديستشارج، وطبعا دخول مراقبه وزاره الصحه على مياه الشرب. وطبعا في قوانين حاليا بتعدل وابتدت تنتهي يعني التعديل بتاعها وتصدر يعني تشريعات جديده. وطبعا مما يسمى بالووتر كومبانيز او شركات المياه والوست ووتر يوز والقوانين اللي عقبتها زي قانون 501 ل 2005. هنا بيوري لك مدى التخطيط الدقيق اللي عملته مصر ووصلت فيه في الناشونال بلاننج لاعلى مستوى الحقيقه. وطبعا هم ادوا معونات مش لغرض يساعدونا، الحقيقه انا اشتغلت في 6 برامج معونات يعني على مدار متنوع من 40 سنه يعني من سنه 85 وانا طالب، من ضمنهم معونه هولنديه، معونه جايكا، المعونه مثلا الامريكيه يو اس 8، الجي اي زي، معونه المانيه. لقيت المعونات دي كلها الغرض منها صدقا صدقا لما تخش ان ديب هو ترانسفير للنو هاو المصري صدق، واخد بالك؟ يعني طبعا الخطه القوميه اللي هي عاوزين نختم بيها ان انا بقول كانت مصر عامله مشروع قناه جونجلي، والحقيقه بدات فيه ومشروع قوي جدا. الميه اللي بتهدر في المستنقعات في السودان ان انا اقدر اخدها واحول قناه واديها لنهر النيل، واخد بالك؟ وبالتالي ازود الحصه بتاع الخمسه ونص ال 55.5. وبدا المشروع فعلا يا جماعه، وكانت الفكره موجوده من 1930 ومنطقه السد في السودان. والحقيقه يعني كان الراجل اللي هو عمله الراجل الانجليزي 1907 اللي هو ويليام وسير ويليام، وطبعا توقف بسبب انفصال جنوب السودان عن مصر. ادي مسار قناه وباللون الاحمر ووري لك ازاي ان هي كانت الرافد ده كله هيحول دايفيرجن لنهر النيل. الحقيقه تعرف المشروع ده يعني في كتاب يعني قوي جدا يوري لك ان المشروع السد والويتلاند اللي هو باللون الاحمر ده كل الميه على الرقعه دي كانت هتروح لنهر النيل، اضافه كبيره بزياده عن بليون متر مكعب.
او 2 مليون متر مكعب، ويوري لك هنا الكاتشمنت اريا الخاص فيها، وهو كان يعني جنوب الجزء بتاع سوادي. القناه اهي، قناه توقفت 83، يعني قناه حفرت جزء كبير منها واشتغلت القناه، كانت خلاص تمام، ولكن الاعداء يعني ظهروا فجاه ولعبوا لعبه جنوب السودان ووقفوا مشروع هذه القناه وبحر الغزال. ويلا قدر الله ما شاء فعل. وطبعا دائما مصر منصوره مهما يحدث، فبإن شاء الله مصر سوف تقف في يعني كالهرم في كل هذه يعني التحديات، وإن غدا لناظره قريب. وأيضا موضوع اللي كان خاص بي يعني قنوات السد، الصورة اللي أظهرت بعد 83 بعد حفر القناة عن طريق القمر الصناعي، الحقيقة الصورة دي مايو 93، يعني بعد 10 سنوات من انفصال السودان وصل حجم المية اللي موجودة في هذه المستنقعات زاد بكتير جدا. الخطة المصرية القومية اللي انشئت او تم يعني اصدارها 2017، وبعدين تم تجديد الخطة المصرية اللي هو عملية التشريعات الخاصة بزيادة الموارد الغير تقليدية بالإضافة للحفاظ على الموارد التقليدية او الرينيوابلز اللي هي زي نهر النيل والجراوند ووتر. وطبعا ما اعقبه طبعا برامج اللي هو بيرأسه الاستاذ الدكتور خالد ابو زيد نجل العالم الكبير دكتور محمود ابو زيد اللي هو سيداري بما فيه بقى الدكتور حسين العطفي. والحقيقه خدت منهم يعني معلومات كثيره جدا في الناشونال ووتر بلاننج. وطبعا بالاضافه ان دخول الموضوع الخاص باللوسز اللي موجوده في نهر النيل يعني اللي تم اللي هو استحداثه من دراسات وعلى الارض الواقع وما تم تنفيذها يعني ابتداء من 2013-2014، واي حد يقدر يخش على الموقع ويبص على سيداري. بالاضافه طبعا الجزء الخاص بالزراعات والفود سيكيورتي، ابتدت بقى وزاره الزراعه تخش مع وزاره الري في موضوع الفود سيكيورتي. وطبعا ده يعني الحقيقه عملوا موديلنج كتيره جدا في تقليل اللي هي كميه الووتر ديماند بير فدان او بير هكتار، وطبعا ما تم تاثيره من خلال طبعا اثناء الجزء اللي هو مرت بيه مصر خلال الاربع سنوات الماضيه واستصلاح الاراضي الجديده. وطبعا ده يؤدينا للتغير او التنميه اللي حصلت في نطاق قطاع المياه، ان انا قدرت ان انا اعلي الحقيقه الواحد في المية اللي انا كنت فقدتها قبل كده، اللي انا قلت الاربعة في المية اللي نزل 3%، فقدرت ان انا اقدر اعمل كابتشر للواحد في المية دي. بالاضافة لتغيير نوعيات الزراعات، يعني ان انا بقول بقى النهاردة الفيرتيكال والهوريزونتال الريجيشن، وطبعا في طبعا سياسات جديدة لنوعيات الزراعات بتبناها وزارة الزراعة مع معهد البحوث الزراعية. وطبعا ما تم انشاؤه من اللي هي قناه او ما نسميها ترعه السلام، واللي هي 3 بليون متر مكعب، طبعا ديت اصلاح الاراضي الموجوده. والووتر ستراكشر الضخم اللي هو عباره ترعه السلام تحت قناه السويس من اكبر المشاريع الحقيقه، هي مشروع يعني مصرف بحر البقر، دي من المشاريع العملاقة. بالإضافة لمشروع توشكا، الحقيقة ما أعرفش توشكا يعني من المشاريع القوية جدا، ودي كانت توفر مية وتستصلح أراضي وتستصلح قمح، وكان عندنا أكتر من يعني مليون فدان، كان عندنا مليون فدان كانت في الفيز 1. طبعا هنا للأسف في الهرم مثلا هنا أكتر من 70% من الأراضي الزراعية من أجود الأراضي التصحر، برضه هنا انخفاض منسوب الميه. كل ده السياسه الحديثه بنحاول ان احنا نتغلب على المشاكل التصحر والوصول ل ان احنا نحصل على الرقعه الزراعيه او استصلاح بديل ليها في الظهير الصحراوي الكبير. وطبعا هنا من ضمنها المشاريع اللي ممكن نستكملها، يعني ممكن نستكمل توشكي زي ما واضح هنا او توشكا، وممكن كمان نخش موضوع الفلاش فلاد هارفستنج.
ان انا اعمل بوتنشال اريا لان انا اصيد الفلاش فلات، ان انا استجمع بقى الفلاش فلات دوت ويعتبر بالنسبه لي استخدمه كرينيوبل، وبالتالي ازود الووتر بالانس. ده الووتر بالانس بتاع نهر النيل يا جماعه، ده الموديل بتاع الووتر بالانس اللي هو الليك ناصر والرين فول والاجريكالتشر وبعدين الايفابوريشن ده اخطر حاجه فيه، وبعدين الدرينج والسيبج والليتشيت والحاجات دي. طيب ايه مصر بقى تقدر تقوم بايه؟ مصر قامت بحاجات كتيره دي اللي تم تطبيقه على الارض الواقع، استراتيجي فيسينج ذا تشالنج او الاف تي سي اللي هو التحديات تم مواجهتها. من اول التحديات يعني الحقيقه ساعدنا فيها يعني الدكتور فاروق الباز اللي هو استغلال الخزانات الجوفيه في الصحراء الغربيه على الحدود الليبيه اللي هي سبق ليبيا استخدمته قبل كده. الحاجه الثانيه ان انا امنع تلوث المياه الجوفيه. فانا طبعا الحاجه الثالثه السياسات الزراعيه اللي هو تنميه الهوريزونتال اكسبانشن اللي هي خاصه بالمساحات التوسع الافقي وتحسين الووتر يوز افشنسي. تحسين الووتر يوز ان انا اقلل الفواقد اللي جايه في نهر النيل، الاوت فلو اللي رايح لبحيره قارون في الفيوم ووادي الريان كميه كبيره جدا، كميه كبيره جدا اتقاست، الاندر سينك اوت فلو اللي رايح لقناه السويس، الاندر سينك اللي رايح للميديتيريان سي، ما يعقبه من اللي هو السايد ليتشيت على الجزء الشرقي وما يصل الى الحدود مع الساحل الشرقي مع البحر الاحمر. الحقيقه ليه انا بهتم بالكلام ده؟ لان ده نقدر نوفر كميات كبيره جدا، بالاضافه طبعا ان احنا نشوف الاستزراع الظهير الصحراوي ده كله وصولا من يعني وادي النطرون الى مثلا وصول للظهير بتاع وادي الريان. فازاي احنا كان في مشروع انه يصل من منطقه العلمين ووادي النطرون والظهير الطريق الساحلي في اسكندريه ودخول على اكتوبر وطريق الواحات، وبعدين انزل على دهشور ودهشور انزل على منطقه اسمها قوم وشيم، من قوم وشيم اخش الحدود مع محافظه الفيوم واوصل ل 80 كيلو لغايه وادي الريان. دي الريجيشن افشنسي رهيبه كانت تديني اكتر يعني من يعني مليون بتاع بليون متر مكعب او بليون ونص. برضو التحسينات في القنوات الرئيسيه الرياحات، استخدام اللي هو الدرينج والكنترول دوت عباره عن السيستم اللي ممكن استخدمه في الانترميديت ريوز وعمليه الكنترول الهيدروليكي، وبرضو ان انا استخدم عمليه الجراوند ووتر اكستراكشن طبعا مع الحفاظ على المخزون الجوفي، واعمل ليه مونيتورنج واعمل ليه تحسن واعمل له بروتكشن. والحقيقه ما يسمى بالشالو نايل اكيفر او الخزان السطحي، ازاي ان انا اشوف خزان النيل اللي هو بقى مش اللي تشيت هو السيبج، السيبج اعمل له مونيتورنج واعمل له لايسنس وبالتالي اقدر اعمل له اكستراكت واقدر احافظ عليه، بالاضافه للرين فول ان انا استخدم مياه المطر واقدر احجزها وتحكم فيها، بالاضافه طبعا لتحليه المياه. والحقيقه القوات المسلحه يعني عملت مشاريع ضخمه في الديسالينيشن واصبحت يعني تنافس دول الخليج في مشاريع تحليه المياه، والخبرات والتقنيات المصريه زي مثلا المحطات اللي انشئت في البحر الاحمر في الغردقه او محطه جلاله في السويس او في مرسى مطروح او خلافه، وحاليا في الجزائر بيتم اكبر محطه تحليه ضخمه جدا في الشرق الاوسط. بعد كده عمليه الديسنتراليزيشن ان انا اعمل ووتر الوكيشن واعمل كوردينيشن ما بين الووتر بوردز الموجوده، وبالتالي اخش في اجريمنت مع الريجيونال طبعا بوليسي ميكرز، وليه طبعا الحقيقه زي ايام محمد علي بنقول ووتر دبلوماسي ذا سنتر اوف ووتر بيفوت، فسياسه الدبلوماسيه المصريه. وطبعا موضوع الصيانات الخاص ب القنوات وعدم الفقد في المياه في خلال القنوات، وموضوع الاكواتيك ويد اللي هو المياه اللي بيتم استهلاكها عن طريق النباتات، وطبعا موضوع بقى الاطماء اللي في بحيره ناصر عاوزين يعني الدراسات اللي اتعملت عايزين ننفذها،
يعني ان انا ارفع مستوى الاكتف فوليوم في بحيره ناصر والاكوا كالتشر، ان انا استخدم في البراكش ووتر. وطبعا الناشونال ووتر ريسيرش سنتر الحقيقه بيقوم ب يعني دراسات ولكن بتحتاج للتطبيق، وهنا عاوزين نقول ربط البلاتفورم ما بين الجهات البحثيه والجهات التنفيذيه والجهات الرقابه والتشريع. برضو منع التلوث من الفيرتلايزرز والاجرو كيميكالز، حقيقه رهيب رهيب الاجرو كيميكالز الموجوده يعني مثلا منطقه الدلتا والبيستيسايدز، وموضوع التريتمنت ريوز، وان انا استخدم السياسات الخاصه بمعالجه مياه الصرف اللي بتاع الزراعه اللي هي بتنزل بعد الصرف الزراعي، وموضوع الووتر كواليتي ان انا استخدم تحسين جوده مياه الري وبعدين اخش مع الميكسينج مع مياه الزراعه. موضوع برضو مهم جدا اللي هو الايفابو ترانسبيريشن او الايفابوريشن او الدرينج او الليتشيت، مهم جدا نقلل الفواقد اللي موجوده في شبكه نهر النيل ابتداء. وده طبعا هنا كونسبشوال دايناميك عملوا تايلور اند فرانسيس، الحقيقه يعني عملوا دايناميك على من الجنوب في مصر تحت اتجاه للشرق للغرب والكنترول بوينتس اللي هي خاصه. طبعا من ضمن الريسك مش عايز اخش فيها كتير عشان الوقت يعني عدى، ان انا عندي الحقيقه يعني مخاطر، فلازم يكون في اداره للمخاطر. هي مصر وضعت خطه لاداره المخاطر من ضمنها المخاطر السياسيه ونجحت يعني يعني جزء منها كبير، والسياسات الخاصه اللي هي خاصه باداره موارد المياه، والمخاطر الاجتماعيه. مخاطر اجتماعيه مهمه جدا تعريف، والغرض من هذه الحقيقه الويبينار هو السوشيال ريسك، ان انا بعمل توعيه من خلال هذا الويبينار عن تطبيق الخطه الوطنيه لمعالجه التحديات الناتجه عن نقص الموارد المائيه او الاستفاده من الموارد المائيه الغير تقليديه. فالحقيقه الويبينار ده احد السياسات الخاصه بالسوشيال ريسك ميتيجيشن. الانفايرومنتال برضو ازاي ان انا في وزاره الري ووزاره البيئه معا في الخطه الخاصه بالمياه السطحيه او المياه الجوفيه او حتى المياه الساحليه. برضو في المخاطر التمويليه، ان انا استخدم التمويل اللي جاي من الدونرز والموارد المتاحه الماليه ان انا انفذ مشروعات اللي هي اسبقيه، وبالتالي يمكن التحكم في الهدر الخاص بالتكاليف الميزانيات الخاصه بالوزارات اللي هي بتطبق مشروعات الري والصرف. او المخاطر الفنيه اللي هي خطا، يعني بعض المشاريع بدون ذكر اسماء حصل فيها تكنيكال ميستيكس ادت لهدر يعني مليارات، فديت لازم نتلافى هذه الكلام ده ونعمل ربط مع الستيك هولدرز مع الناشونال ووتر يعني كومباني اللي هي خاص بالسياسات الوطنيه، ان انا اعمل زي تجميع شركه وطنيه بين وزاره الري وما بين وزاره البيئه وما بين وزاره الزراعه وبين وزاره الاسكان وبين الشركه القابضه، والناشونال ووتر بلاتفورم، خلينا نسميه بلاتفورم عشان ما تتشابهش مع احد الجهات الثانيه في السعوديه، اننا نقول الناشونال ووتر بلاتفورم دي كل الستيك هولدرز يتبادلوا فيها المعلومات وتبقى القرارات الماليه كلها تصب في قناه واحده. وبالتالي اقدر ان انا الكوارث الطبيعيه سواء التغير المناخي اللي هيوصل 1.6، كنا ادينا حلقه سابقه، وارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نص متر وغرق الساحل الشمالي في اجزاء منه، ونقدر ان احنا نتغلب عليه ونشوف ازاي نمنع هذا الكلام. بالاضافه للتشريعات لازم قانون 42 ل 82 يحدث ليه تحديث، يعني لازم حاليا يعني يناقش في لجنه المياه الحقيقه يعني في عمليه التحديثات، يعني في مسوده كبيره جدا لتشريع قانون معدل خاص بالووتر ريسورس وموضوع. طبعا التغيرات البيئيه كبيره جدا مش عايزين ناخد فيها، ولكن في النهايه عشان بس الوقت، موضوع التلوث الخاص بالمونوكسيد والدايوكسيد او الكربون دايوكسيد، وطبعا هنا واضح خريطه مصر زمان جدا بتوري لك من ايام الدوله الفاطميه، وبتوري لك الخريطه اللي هي الاجزاء اللي هي فيها البيئيه، ودي خريطه الحقيقه من 1800، يعني خريطه 1800 طبعا الفرنسيين هم اللي عاملينها قبل ما يجي نابليون والاحتلال الفرنسي، وده يوريك الساحل بتاع النيل من اليمين للشمال
والجزيره ازاي كانت فاضيه زمان، دي صوره قديمه بالابيض واسود ما فيهاش مباني. النهارده الجزيره كلها مباني، يعني فقدنا رقعة زراعيه على اليمين ما قبل وعلى الشمال ما بعد. وطبعا ده في السانيتيشن برضو الصرف الصحي مهم جدا، ومنع الصرف لبحيره المنزله او بحيره القارون والبحيرات الاخرى. طبعا الاير بوليوشن في القاهره وقد ايه اثر على السحابات الضبابيه على نهر النيل، وطبعا النويز بوليوشن مش عايزين نتكلم عنه، والانرجي استهلاكات الطاقه في مصر عاليه جدا عايزين نقللها، مش لازم ننور يعني كل الافراح والايه والليالي الملاح. وعمليه الكربون دايوكسيد نقدر حتى بخطه مصر لتقليل الانبعاثات الكربونيه حسب مؤتمر شرم الشيخ كوب او كوب 27 اللي هو عقد في شرم الشيخ، مؤتمر يعني تقليل الانبعاثات. طبعا وبالاضافه لذلك طبعا ان انا اقلل يعني اللي هم الاربعه طن اللي هم اللي انا عند 22، ومصر الحقيقه يعني تقدر توصل لهذا الكلام ان انا الايكويفالنت بتاع الاربعه طن او 3.2 طن، بالاضافه طبعا لاستهلاكات الكهرباء، الصناعه، المواصلات، الطائرات، الاستهلاكات المنزليه، استهلاكات حتى في الخدميه، وان انا اوصل للتكلفه الاقتصاديه للكيلو وات اور مع استخدام الطاقات الشمسيه وتقليل الانبعاثات. طبعا هنا ده بيوري لك قد ايه مدى الالكتريستي هيت الموجوده في مصر حوالي 80%. انا بمشي بسرعه لان دي كلها تقارير بيئيه مش عاوزين يعني نستهلك فيها الوقت، ولكن الغرض منها ان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وانبعاثات الحراريه بالاضافه لاحتباس الحراري والتغير المناخي وارتفاع منسوب مياه في سطح البحر المتوسط ونص متر، وايضا ما يسمى بالتصحر، بالاضافه للبارتيكوليتس ماتر اللي موجوده وتلوث المياه عن طريق المصادر الزراعيه باستخدام ما يسمى بالبيستيسايدز والهربيسايدز والاجروكيميكالز والفيرتلايزرز. طبعا هنا في مقياس اسمه الاس بي اي اي اللي هو الدرافت اندكس، وده احنا قسناه بالنسبه لمصر. فنجد ان الدرافت اندكس ده طبعا الموديل ده الحقيقه اتعمل في الورلد بانك دراسه قويه جدا عن الكلايمت تشينج، وتوري لك مصر لغايه 2059. فنلاقي ان الاندكس دوت اللي هو باللون الاحمر اللي هو يعني من 86 ل 2099، يعني التنبؤ يعني على مدار 80 سنه جاي ان انا واصل لناقص واحد. فطبعا هنا ده بيوري لك مؤشر خطير جدا، وطبعا الحقيقه هم بيستخدموا صور اقمار الصناعيه للتنبؤ فيها. طب في النهايه ازاي نتغلب على كل الكلام ده؟ لازم يكون في زي ما قلنا وان بلاتفورم ناشونال ادابتيشن استراتيجي مع وزاره الري، وزاره الزراعه، وزاره الاسكان، وزاره المرافق مثلا او العيات او المرافق، مع البحوث، معاهد البحوث على راسهم الناشونال ووتر ريسيرش سنتر، اكاديميه البحث العلمي، بحوث المياه، مركز بحوث المياه، وزاره الري، مركز بحوث مثلا خاص بالصحراء، المراكز الاخرى، كله ينضم في بلاتفورم ومع الستيك هولدرز مع الحقيقه الجهات التشريعيه، وبالتالي يتم خريطه واضحه رود ماب تصل للعمليه اللي هي الكنترول على التحدي اللي موجود حاليا للموارد المائيه التقليديه، والحفاظ على الكميات اللي هي موجوده بتخش من الحدود، وعدم التهدير سواء قلنا الليتشيت او ايفابوريشن او السيبج، وايضا موضوع استغلال المياه الجوفيه في الاربع خزانات الاكيفرز الموجوده زي الخزان النوبي او الصحراء الغربيه، وايضا موضوع اللي هو عمليه تحديات في المعالجات البيئيه والمناخيه، بالاضافه لوضع التشريعات اللي تحكم هذه الـ يعني الـ اللي بنسميها السياسات المائيه. ويبقى في النهايه وصلنا لبلاتفورم ورود ماب قويه نواجه بيها يعني التحديات المستقبليه، وتبقى مصر باذن الله رائده في الانتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت. اشكركم جميعا، والحمد لله لو وفقنا يعني لعرض يعني اكثر من 90% من المحتوى، ولو في اي اسئله تحت امركم لان احنا عدينا الوقت
وطبعا الامر متروك لاداره المنتدى. وشكرا للمهندس محمد خليفه، المهندسه اسراء هاني، وطبعا المهندسه منى معده هذا اللقاء. وطبعا شكرا لكم جميعا اساتذتنا الافاضل، يعني من المعاهد العلميه والبحثيه والجهات الاكاديميه والجهات يعني التنفيذيه، والاضافه الاستشاريين. والشكر لله سبحانه وتعالى، وشكرا لمصر، وشكرا للسياسات اللي تم تعديلها في مصر. وبالنهايه هنوصل باذن الله لتجاوز هذه العقبه، وبفضل الله سبحانه وتعالى بالاراده المصريه اللي اجتازت اكثر يعني الاحقاب يعني في 73، باذن الله يعني في خلال السنوات القادمه يكون هناك يعني نصر جديد لمصر وللمصريين والامه العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور احمد زيات على الويبينار. حضرتك الويبينار كان رائع ومليء بالمعلومات القيمه والمفيده جدا، ويعتبر بمثابه مرجع علمي لكل الفئات والمستويات. بشكر الساده الحضور على الاستماع، متمنين لكم الحصول على اقصى استفاده، وبشكر زمايلي فريق الاعداد والتنظيم على المجهود الرائع اللي يتم خروج العمل بالشكل المفيد ده. بجدد الشكر للبشمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكو إنرجي إكسبو. أخيرا ندعو كل العاملين في مجال المياه والطاقة المتجددة والاستدامة للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بتاريخ من 1 إلى 3 سبتمبر من عام 2025 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. هذا المعرض يختص في مجالات المياه والطاقة المتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنظمه شركة خبراء تكنولوجيا المياه، وهو بمثابة فرصة رائعة للتعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاعي المياه والطاقة. كنت مع حضراتكم مهندسة منى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس تنويه بسيط بعدين مع حضرتك. اتفضل يا دكتور. بالنسبه يا جماعه، نبعت ان شاء الله عشان بعض الناس طلبتها، دي حاضر اللي هي تم يعني خلاص المحاضره. فان شاء الله يعني عن طريق تواصل مع اكوا انرجي والمهندسه منى واسراء، يكون بالنسبه بكره باذن الله نبعت لكم الروابط الخاصه بهذه الداله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك يا دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله.